الأهلي صباح الهنا والرزق وكل حاجة يا رب حلو علينا وعلى عائلتنا وعلى النادي الأهلي وعلى يا رب في المستقبل القريب العاجل هنقول على منتخب مصر. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. بداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، حلقة مليانة طبعا كلام في موضوعات أعتقد إن هي تهم الكم الأكبر من حضراتكم. كالعادة في الساعة الثانية هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن كرة القدم العالمية، وأكيد لازم نقف شوية كده ونتأنى قدام نهائي كأس آسيا طبعا مع الأستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. والحقيقة المنتخبات العربية في كأس آسيا عملت شغل أكتر من ممتاز على عكس اللي شفناه في أمم إفريقيا، ما كانش فيه نفس القدر من النجاح يعني الحقيقة. فهنتكلم أكيد عن كأس آسيا باستفاضة في الفقرة الأولى. الفقرة الثانية بقى هنتكلم فيها عن الكرة المحلية وأهم الموضوعات المتعلقة بيها، وطبعا لازم كمان نتكلم شوية عن أمم إفريقيا مع كابتن إيهاب جلال نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر السابق. ولكن خلونا في البداية، احنا عندنا أكتر من عزاء واجب الحقيقة في البداية، بنتوجه طبعا بالعزاء يعني عزاء واجب في وفاة والد أحمد نبيل كوكا اللي كان حقيقة عدد كبير جدا من لاعبي الفريق كانوا حريصين هم والجهاز الفني على تقديم واجب العزاء للاعب ومواساته في هذه المحنة بالأمس. ايضا عايزين نتوجه بالعزاء لوفاه شقيق كابتن سيد معوض نجم الاهلي نادي الاهلي طبعا السابق اللي توفي بالامس صباحا، وبرضه يعني خلينا نقول الله يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم طبعا. الواحد ما بيبقاش سعيد ابدا لما بيبتدي اي حلقه او اي يوم حتى او يعني او اي خبر بيتكلم فيه عن وفاه، لكن للاسف هي دي سنه الحياه. لكن يعني فيما يختص بوالد احمد نبيل كوكا طبعا كان مشهد محترم جدا من كل اللاعبين اللي نعوه على السوشيال ميديا وكانوا متواجدين، ويعني كانوا حريصين ان هم زي ما بيتقال كده يبقوا واقفين في الشده جنب زميلهم اللاعب الكيان اللي بينتموا ليه، او يعني سميها زي ما انت عايز، حتى لو واجب انساني مش شرط ابدا تنتمي لنفس يعني النادي او نفس الفريق او نفس المنتخب علشان يكون عندك الشق الانساني. بس فعلا كانت كلها مشاعر محترمه جدا، لعيبه من النادي الاهلي ولعيبه من خارج النادي الاهلي كانت حريصه ان هي تكون موجوده وتقف جنب يعني كوكا. ربنا يصبره يا رب، بتبقى بتوجع جدا لان كمان احمد نبيل كوكا من اللعيبه اللي والده كان مرتبط بيه جدا، يعني مش كل الناس كده مش كل اللعيبه كده، بس برضو والده كان بيبقى حريص دايما ان بعد نجاح اي بطوله ليه او اي يعني انجاز ليه رياضيا كان بيبقى دايما بينزل صور معاه وكان بيبقى حاطط الميداليات بتاعته. فطبعا اكيد الوجع بيكون صعب جدا، ربنا يصبره ويصبرنا جميعا يعني. رحمة الله عليه. خلينا نبدا بقى مع حضراتكم كلامنا، وهنتكلم عن ملف في غايه الاهميه، وده اللي كان بشانه او بخصوصه كان فيه امبارح تعليق على اجتماع بقى كابتن محمود الخطيب اللي كان اول امس تحديدا، واللي كان جمع بين مارسيل كولر طبعا والمساعد بتاعه كابتن خالد بيبو، ونتكلم كمان من قطاع الناشئين كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب. واجتماع كان مهم جدا لان انت زي ما قلت قبل كده كريم وزي ما انا اتكلمت كتير جدا، احنا قلنا الملف بتاع الناشئين اللي بيخص بيه قطاع الناشئين وفكره هنا الرؤيه كمان اللي عند النادي الاهلي واللي عند كابتن محمود الخطيب عشان تحافظ على التواصل المستمر بين هنا القطاع وبين كمان الدرجه الاولى، مهم جدا يكون في متابعه، يكون في تطوير بيحصل على الارض، ويكون في تنسيق كامل كمان بشان الامور الفنيه والاستعانه كمان ببعض العناصر المميزه من هذا القطاع عشان يضموه للفريق عندنا في النادي الاهلي. وده اللي حصل على مدار تاريخ وسنوات طويله جدا واجيال كتيره جدا كانت في ناشئين النادي الاهلي ولمعت بعد كده مع النادي الاهلي، وحتى لما المسيره بتاعتها الرياضيه والكرويه بتنتهي بتنضم بعد كده والعطاء بيستمر سواء على ناحيه التدريب او يعني الاداره. فعطاء زي ما بيتقال لا ينتهي، وكلها حاجات مهمه جدا عشان انت كمان خلينا نقول تتيح الفرصة للكوادر الجديدة ان هي تشارك وكمان يبقى عندها فرصة تثبت نفسها. طبعا الموضوع بيكون صعب دلوقتي مع التطوير الموجود ومع رأس المال وغيره، لكن بيبقى برضو في أسس كده. يجي دايما أي نادي كبير يجي يقولك أنا برضو لازم أهتم بهذا القطاع عندي. في أندية كتيرة جدا أوروبية ويمكن ريال مدريد من أكبر الأندية ومن أكتر الأندية اللي قطاع الناشئين عندهم بيصدر لعيبة للفريق الأول، بيبقوا حريصين جدا إن هم يهتموا بهذا القطاع. وكمان عندك أرسنال، يعني أندية كتيرة جدا على
مستوى العالم بتهتم بهذا الامر. ودي دايما هتلاقيها الانديه الكبرى، فالانديه الكبرى دايما بتبقى اوكي راس المال دلوقتي لعامل كبير جدا على الكوره وعلى الرياضه العالميه في العموم، لكن انت برضو ما زلت متمسك بالقيم والتقييم عندك لبعض العناصر الموجوده في القطاع عشان يتم الاستعانه بيهم بعد كده. وده اللي حصل فعلا في معسكر الامارات الاخير اللي احنا شفناه، واتكلم كولر وقتها بايجابيه كانت كبيره جدا عن امكانياتهم الفنيه وامكانياتهم البدنيه وقدراتهم في المستقبل على الانضمام للفريق الاول عند الاستمرار. طبعا بنتكلم على المجهود والجهد اللي هم بيكتسبوه والخبرات طبعا اللازمه. فالاجتماع ده كان مهم جدا، واتكلم كمان كابتن بدر رجب، خليني اقول لحضراتكم عن وجود عناصر عندنا مميزه جدا في فرق القطاع المختلفه، كلها الى حد ما بتبشر بمستقبل يعني طيب. واعتقد ده المهم ان انت تشتغل على ده مهما كان بقى راس المال، زي ما احنا عارفين بيتحكم في كل شيء بقى دلوقتي، الواحد مش هيقول الحقيقه بيتحكم في الكوره او في الرياضه فقط، لا بيتحكم في كل شيء. فمع ده انت لازم تعمل بالانس، لازم تعمل توازن ما بين ان انا برضو بشتغل على راس المال، بس انا عندي الكوادر اللي ممكن في يوم من الايام على فكره تنتصر على راس المال، لان مش راس المال بس هو المعيار الوحيد للنجاح برضه، خلينا يعني نبقى نقول حتى وان كان هو المهيمن حاليا يعني. الحقيقه الملف ده من الملفات اللي طول عمر النادي الاهلي على اختلاف مجالس اداراته المتعاقبه دايما في اهتمام ملحوظ بقطاع الناشئين، ودي تفصيله في منتهى الاهميه. فكره ان احنا بنتعامل مع القطاع ده كما ينبغي ان نتعامل معه، احنا بنتكلم على خط يعني خط انتاج لنجوم مستقبليين بيتم ضخهم في الفريق الاول، بنستفيد منهم بشكل او باخر، بيطلعوا اعارات بيفيدوا منتخبنا في نهايه المطاف. ناهيكم بقى عن فكره الولاء والانتماء لما يكون حد من ابناء النادي، يعني يقول لك انا مثلا ابن النادي، بس ابن النادي بجد يعني عنده مشاعر حقيقيه تجاه النادي وعنده ولاء للنادي وعنده انتماء للنادي، لان المصطلح ده يعني ايه انت عارفه كان مستهلك في وقت من الاوقات ولكن في غير محله، لكن لما اتكلم على اصل ومرجعيه العباره دي لا بتفرق كتير جدا. اللي متربي فعلا في النادي من وهو طفل صغير في قطاع الناشئين وبيتصاعد، لا ده موضوع تاني خالص. وزي ما كانت نواند بتقول لحضراتكم ده برده مش حاجه جديده، ده من قديم الازل، ياما قطاع الناشئين صدر لنا للفريق الاول لعيبه زي الفل الحقيقه، وعملت شغل زي الفل وكان ليها مشوار وبصمه زي الفل كلهم. فبنتمنى لهم ان شاء الله المزيد من النجاحات، ولا سيما يعني اللي منهم انضموا مؤخرا للفريق الاول وانضموا بالتالي لبعثه او لمعسكر النادي الاهلي في الفتره الاخيره. امبارح مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تكليف الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق المتوجهه الى الجزائر يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله، طبعا استعدادا بقى لمواجهه شباب الوزداد، عودة بقى للمعترك الإفريقي. المواجهة دي طبعا مقرر لها إن شاء الله يوم الجمعة 16 فبراير في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا الأستاذ محمد الجرحي كان حريص جدا على أن هو ينسق تنسيق كامل مع كابتن خالد بيبو ويرتب معاه كافة الأمور الخاصة بالبعثة عشان كالعادة يضمنوا أن هم يوفروا لهم أفضل الأجواء سواء للاعبين أو للجهاز الفني، وأكيد بنتمنى للبعثة كاملة كل التوفيق إن شاء الله. ننتقل بقى لاتحاد الكره اللي وافق على مقترح او خلينا نقول تصور باقامه هنا نهائي كاس مصر، لناس كتيره مؤخرا هتقول لك هو هيتلعب فين يا جماعه، عايزين نعرف نهائي كاس مصر فين. كان في كلام عن اكتر من ميعاد وكان في كلام عن اكتر من مكان، بس نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك تم الاختيار فيه او خلاص الاستقرار على الرياض يوم تحديدا 8 مارس، وكان دي ضمن تصريحات للحاج عامر حسين عضو طبعا مجلس اداره اتحاد الكره، قال كده تحديدا تصور ده جه بدل من يوم 13 مارس، وانه بناء على ده هيكون طبعا في تعديلات في مواعيد بعض المباريات الاخرى للدوري. طيب دي كانت اخر التطورات اللي حبينا نقولها لحضراتكم بمناسبه كاس مصر، لكن بالمناسبه برضه عايزه اتكلم عن الاهلي اللي كان، خلينا نرجع شويه برضو، تأهل للنهائي بعد ما فاز على ام بي في نصف النهائي، كان بثلاثيه نظيفه، كان ماتش حلو جدا سجله علي معلول ومودست وامام عاشور، وقتها كنا بنقول مودست اخيرا لو انت فاكر كانت البدايه، فطبعا المباراه كانت لن تنسى ولا تنسى يعني. والزمالك صعد للنهائي بعد الفوز على بيراميدز في نصف النهائي بركلات كاس الترجيح نتيجه 4-3 بعد نهايه الوقت الاصلي والاضافي. ف بنفكر بس حضراتكم، لكن يعني نتمنى ان شاء الله تكون مباراه فيها تنافس كبير جدا. هرجع اقول تاني، الواحد لما بيبقى في تنافس ما بيحبش يفوز برضو بسهوله، يعني بغض النظر عن مين هو المنافس بتاعي حتى فنيا هو قريب ليا ولا لا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير لكن احنا برضو النادي الاهلي، فقصه كلها ان انا مهما كان المنافس بتاعي كبير بيمر كان بظروف معينه غيره، لكن انا اتمنى يكون في مستوى فني متقارب، اتمنى يكون في تنافس شديد، اتمنى الاهلي طبعا يفوز،
بس يفوز ونشوف كرة حلوة. يعني مش عايزة أفوز بسهولة، أنا عايزة أفوز بكرة حلوة، هي دي النقطة كلها. يعني على ذكر الأماني والتمني، كلنا كنا بنتمنى الحقيقة أن احنا النهاردة نبقى قاعدين بالليل نتابع اللقاء النهائي اللي بيجمع بين منتخب مصر وبين كوت ديفوار، أو منتخب مصر ونيجيريا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. النهاردة طبعا كل الأنظار ستتجه إلى مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا. طبعا بطبيعة الحال اللقاء ده لا يقبل القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال، لازم ولا بد من تحديد الفائز بالنسخة رقم 34 من الكان. الجدير بالذكر حضرات ان لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد الافريقي اسندت مهمه التحكيم النهارده في نهائي الكان الى الحكم الموريتاني دحان بيدا، اللي حقيقه ابدى تفوق ملحوظ في كل المباريات اللي هو يعني تولى مسؤوليه التحكيم فيها عبر هذه النسخه من البطوله. وكمان هيظهر الحكم المصري محمود عاشور ضمن الطاقم اللي هيدير نهائي افريقيا، هيكون تحديدا حكم لتقنيه الفار. بالمناسبه امبارح كمان كان في مباراه تحديد الفائز بالمركز الثالث، كان لقاء قوي بين جنوب افريقيا والكونغو الديمقراطيه، وانتهت بفوز منتخب جنوب افريقيا بالميداليه البرونزيه لبطوله كاس امم افريقيا بنتيجه 6-5 بعد طبعا ما انتهت اخر ركله من ركلات الترجيح. وطبعا اكتفى منتخب الكونغو الديمقراطيه بحصد المركز الرابع في نسخه هذه البطوله اللي بتستضيفها كوت ديفوار يعني خلال الفتره الحاليه. نرجع ونقول كنا متعشمين، بس يلا خير ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير باذن الله. يعني بص يا امم افريقيا كده يعني غريبة خلينا نقول، بس خلاص يعني انتهت خلينا نقول قبل أن تبدأ بالنسبة للمنتخبات العربية تحديدا، وده في حد ذاته طبعا لو أحزننا كمنتخب مصر، بس فهو في حد ذاته أعتقد مفاجأة مش وحشة، لأن ده معناه كريم أن الكرة الإفريقية ابتدت أن يبقى عندها فارق كبير، وابتدت أن هي تتطور بشكل كبير جدا، وده أمر بالنسبة لي جيد، لأن دايما كان الآخرين ولحد دلوقتي بالمناسبة بس كانت نظرتهم للمباريات الإفريقية بتاعتنا يعني البطولات الإفريقية بتاعتنا اللي هي تحصيل حاصل، يلا لعيبة بتاعتهم لو حتى بيشاركوا، شفنا ده في التصريحات الأخيرة الخاصة بكذا مدير فني بغض النظر عن الأسماء يعني، بس كان في تقليل، خلص بقى ماتشين ثلاثة وارجع لما المنتخب بتاعك يخرج، يعني كان كلام مش لطيف أبدا. بس مؤخرا أنا شايفة لا، في منتخبات إفريقية كتير اشتغلت على نفسها، وده طبعا أمر جيد. الكرة الإفريقية ابتدت تبقى جيدة جدا، ويمكن تتفوق في المستقبل كمان على المنتخبات العربية والكرة العربية، وده أمر هيكون غريب لكن أمر في حد ذاته كويس. يعني التغيير ده مطلوب جدا، يعني دوام الحال من المحال زي ما بيتقال، أنا شايف إن ده أمر جيد جدا. اشمعنى الحال عندنا إحنا اللي باقي على ما هو عليه؟ يعني شوف أنت بتقولي دوام الحال من الحال. والله العظيم سبحانك يا رب. شوف أنت بتقولي إيه، وتعدي السنين وبقى مطلوب مننا دلوقتي إن إحنا اللي نحصل منتخبات إفريقية كانت بتعمل لمنتخب مصر مليون ألف حساب لما كانت أي مباراة بتجمعهم في أي بطولة طبعًا إفريقية. طبعًا. يعني مش عارف إيه اللي جاري معانا، بس يعني لازم الوضع ده يتغير، وهنقول إن ابتدت يبقى فيه إيه أمال استجدت في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله تكون الأمال دي في محلها بإذن الرحمن. يا ماشي عندك. طيب خلينا ننتقل بعد كده ونقول فعلا عن جدارة، مبروك منتخب قطر التتويج بلقب كاس اسيا. هنا بنتكلم بقى للمرة التانية في تاريخه بعد الفوز على الاردن في المباراة النهائية للبطولة. يعني وبرضو عايز اقول مبروك للاردن عشان ما ننساش طبعا، ما كان في انتصار بثلاثة اهداف لهدف، مباراة قوية جدا فيها تنافسية حلوة، ابتديت تشوف كرة يا كريم برضو على المستوى الافريقي او الاسيوي للمنتخبات العربية حلوة، ده عجبني جدا. والمنتخب الاردني هنرجع نقول على فكرة أنا كنت سعيدة جدا بالأداء المتميز هذا العام، لكن الأمر برضو إن ما فازوش فيكفيهم إن هم حصل عندهم تطوير كبير، أصل مش دايما الفوز يعني إن أنا أخد ميدالية بالمناسبة أو أحصل على بطولة، ممكن الفوز في إن أنا بتطور، الفوز إن أنا بيبقى عندي اختلاف على الأرض. الكرة الأردنية فعلا كانت، وأنت عمرك سمعت عن المنتخب الأردني يعني في حاجة ليها علاقة بتنافس شديد مثلا أو في أي بطولة؟ مفيش، كناش نسمع منتخب الأردن قوي، بس مؤخرا الناس دي اشتغلت، فده يدل إن الناس دي عندها بلان، سواء بقى هي على المستوى او المدى القصير البعيد، بس في ناس ماشيه على خطه، هو ده القصه كلها. لما بنيجي نقارن نفسنا ونقول منتخب مصر واحد بيزعل ليه؟ عشان انت حاسس ان انت وان كانت نتائجك مش جيده، بس هو ما فيش خطه، انت لسه عشوائي، يعني ما فيش حد مثلا يطلع يقول لنا 20-90 هيبقى عندنا كوره حلوه، هنستنى والله، والله هنستنى، بس قولوا لنا تاريخ، انت مش حاسس انك عندك بلان يا كريم، ما شاء الله. احنا على الهوا ولا قطعنا؟ تأمرنيش بأي خدمة؟
استاذن. احنا كنا بنتكلم عن ايه اللي خلى معلش عطل فني طارئ يا حضرات. يعني هو عطل فني بيحصل بيحصل. كنا بنتكلم على المنتخب صح؟ كنا بنتكلم على منتخب قطر. لا وعلى سوري عفوا على منتخب مصر. على الاردن كمان. الاردن صحيح. انا رايي نعدي بقى الملف. لا بس الحقيقه قبل ما نعديه انت بتتكلمي كلام مظبوط مليون في الميه، لان الحقيقه المنتخب الاردني بالانجاز اللي حققه ده هو كده حقق انجاز تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه. وبرده كلمه حق لازم تتقال، من اول ما صعد حتى المنتخب الاردني لدور ال 16 في امم اسيا كل المحللين وكل ضيوف البرامج الرياضيه الاردنيه كل الحقيقه كانوا سعداء بيهم جدا، غير بقى السعاده كمان التفصيله اللطيفه وفكره كمان الامتنان، وهو امتنان في محله ان كابتن محمود الجوهري اسمه كان بيتردد يعني بوفره الفتره حقيقة. الاخيره الحقيقه كلهم بيرجعوا اللي هم حققوه ده اصله من كابتن محمود الجوهري. بص يعني احنا بنتمنى طبعا كل التوفيق، وهنقول تاني مبروك لقطر منتخب يعني قدر ان هو فعلا يفوز، وعنده لعيبه كتيره جدا جيده بالمناسبه طبعا. وهرجع اقول تاني مباراه كانت قويه جدا، وبرده المنتخب القطري من المنتخبات اللي ما كانتش برده على الساحه قوي متواجده بقوه خلينا نقول، ومش من المنتخبات برده يا كريم اللي بتعتمد بنسبه 99% على راس المال، يعني هم عندهم كوادر محليه برده الى حد ما جيده، وطبعا عندهم كتير محترفين. لكن على كل حال سعيده كلنا سعداء بالتطور اللي حاصل، فمبروك لقطر مره ثانيه طبعا فوزها كاس امم اسيا. الحقيقه كمان يعني مش مجرد انتصار في اللقاء النهائي، لا ده نقدر نقول ان يعني منتخب قطر هيمن كمان على جوائز كاس الامم الاسيويه، يعني في معظم الجوائز الفرديه يعني في الجوائز الفرديه تحديدا للبطوله دي توج اكرم عفيف بجائزتي افضل لاعب في المسابقه وكمان افضل هداف برصيد 8 اهداف، ده غير انه يعني الى جانب التهديف هو كمان ساهم في صناعه 3 اهداف اخرى. فاز مشعل برشم حارس مرمى قطر بجائزه افضل حارس في النسخه الحاليه من البطوله، وكمان منتخب قطر بشكل عام حصل على جائزه اللاعب النظيف في هذه البطوله. الحقيقه برضو كره القدم القطريه تم تطويرها بشكل كبير وملحوظ في الفتره الاخيره، واسيويا احنا اتفرجنا على بطوله معظم ماتشاتها قويه حقيقي. تعالى بقى نتكلم بجد. لا افضل بكتير فنيا من كاس امم افريقيا طبعا حقيقه تقال، وده ما كانش بيحصل على الاقل بالنسبه للمنتخبات العربيه ما كانش بيحصل. طب هي دي النقطه ان انت عندك امور عماله تتبدل في حاجه غريبه يعني، بس نرجع نقول تاني في كره القدم الغريب ممتع، الغريب ممتع. طيب انا عايزه اروح مع حضراتكم برضو لخبر جيد جدا، هو عن المنتخب المصري بس هنا للقوه البدنيه اللي توج بلقب بطوله كاس العالم للقوه البدنيه، اقيمت البطوله دي في شرم الشيخ. المنتخب توج ب 235 ميداليه، عندك 78 ذهبيه 80 فضيه و77 برونزيه في 115 مسابقه، اعتقد يعني بجد بلغه الارقام محترمة جدا، أو الميداليات دي محترمة جدا. وخلينا نقول كمان أنت بتتكلم عن فئات عمرية وكل الفئات العمرية وكل الأوزان، فلا ده شيء محترم، ألف مبروك لينا جميعا، ونجحوا كمان في تحطيم ال 28 رقم قياسي عالمي. ما شاء الله. لا بجد بجد ناس يعني بأقل الإمكانيات بتصبح أبطال بمعنى الكلمة. ونرجع نقول تاني ودي الطبيعة بتاعت اللاعب المصري، ما تبقاش فاهم يعني هو فعلا بينافس دول تانية ومحترفين تانيين وأبطال تانيين في دول بتصرف وبتخلي الرياضة عندها ملف أساسي زي كده، ويمكن أهم من التعليم كمان، وانت بأقل الإمكانيات وبتنافس بشكل قوي وعلى فكرة بتفوز كمان، فهي معادلة صعبة يعني. تخيل بقى لو الإمكانيات كانت طبعا. واحدة انت صحيح. هتبقى فين؟ فمصر في ترتيب جدول الميداليات هي احتلت مصر الترتيب، وبعد كده جه بعدها روسيا وجه بعدها إيطاليا في المركزين الثاني والثالث. انت بتتكلم برضو بطولة شارك فيها لاعبين من روسيا وإيطاليا والولايات المتحدة واليمن والمجر ومصر، فلا طبعا شيء محترم جدا جدا. ولو احنا اتكلمنا بقى واستغلينا كل البطولات دي يا كريم بالشق والملف اللي انا
كتير اتكلمت عنه السياحة الرياضية، هتلاقي نفسك عامل وين وين سيتويشن، يعني هتلاقي ان انا بنجح على المستوى الرياضي وفي نفس الوقت بعمل ترويج للسياحة على المستوى الاخر، وده اللي دول كتيرة جدا بتعمله بالمناسبة. احنا لو عملنا ده بشكل مكثف هيفرق بشكل كبير من غير ما تدفع جنيه بالمناسبة، يعني صحيح. الناس دي اوريدي عندك، ناس الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا والأبطال دول اوريدي عندك، انت مش محتاج تسترعي حد وتصرف، بس تعال بقى اعمل بروجرام كويس، اعمل تسليط ضوء كويس، خلي الميديا تشتغل بشكل كويس، هو ده اللي الدول كتيرة صحيح. بتشتغل عليه من سنين بالمناسبة يعني. واحنا مؤخرا الحقيقة نقدر نقول ان مصر برضو مشيت في التراك اللي كان المفروض تبقى ماشية فيه من زمان، يمكن اللي عطلنا في أزمنة سابقة ما كانش عندنا البنية التحتية الملائمة، لكن دلوقتي لا كل بيحكي ويتحاكى حقيقة على البنية الرياضية الموجودة حاليا في مصر، واللي بطبيعة الحال سهلت جدا من مهمة تنظيم مصر لأكبر وأهم وأشهر البطولات الرياضية العالمية على مستوى يعني دول كتيرة جدا متقدمة جدا عندنا الحقيقة. مهم نعرف مزيد اكيد من التفاصيل، ان في ناس تقول لك خلاص الشتاء كده خلص، هل الشتاء كده خلص؟ هنعرف دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور صباح الخير، وطمنينا لو لسه في شتاء يعني فاضل، والله نحب نعرف من حضرتك، لان واضح كده او الكلام ان خلاص الموجه اللي كانت موجوده من كام يوم دي انتهت وانتهى معاها فصل الشتاء، هل الكلام ده حقيقي؟ صباح الخير على حضرتك استاذ هاوند واستاذ كريم وكل الساده المشاهدين. الكلام ده مش حقيقي تماما، لان احنا لسه فصل الشتاء لم ينتهي رسميا، فصل الشتاء هينتهي في 20 مارس، يعني احنا لسه قدامنا شهر اثنين وشهر ثلاثه كمان ممكن يحصل فيهم موجات انخفاض في قيم درجات الحراره. بالفعل الايام دي فيها ارتفاعات في قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 أو 4 درجات، ممكن كمان بكره تتجاوز تكون 5 درجات، لان اليوم العظمى على القاهره الصغرى 23 درجه مئويه، ان شاء الله بكره متوقع ان هي توصل ل 25 درجه مئويه فتره النهار، فالطقس دافي ومشمس تماما خلال فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه، فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيكون في لسه انخفاضات في قيم درجات الحراره خاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة أو المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير أو الأماكن المفتوحة، بنلاقي فترة النهار دفء بشكل كبير فترات الليل وخاصة في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر أجواءها أجواء شديدة البرودة. يمكن اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح على المنطقة الغربية، يعني سلوم مطروح نشاط الرياح ده يكون مثير للرمال والأسربة، ممكن يؤدي لانخفاض رؤية أفقية لكن بس في مطروح والسلوم، مع بكره ان شاء الله الاثنين نشاط رياح هيشمل اغلب محافظات شمال البلاد وهيكون مثير للرمال والاسربه، فانا بكره الاثنين عندي اسربه ورمال مطاره ممكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناه، وهيستمر معانا درجات الحراره الدافيه وقيم درجات الحراره المرتفعه الثلاث كمان. يعني احنا متوقع الثلاث العظمى على القاهره الكبرى ما بين 22 23 درجه مئويه، استمرار ايضا نشاط الرياح المثير للرمال والاسربه، لكن مع مساء الثلاث وتحديدا اكثر من يوم الاربع تعود الاجواء الشتويه مره اخرى، يوم الاربع ان شاء الله في منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا على سطح البحر المتوسط، هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحراره عن الايام الماضيه، يعني احنا بنتكلم او متوقع قيم درجات حراره ما بين 19 و17 درجه مئويه، ده ان شاء الله من الاربع والخميس والجمعه هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل. كويس. كمان هيكون في نشاط للرياح يحسسني بالبروده اكتر ويحسسني اكتر بانخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، وطبعا فرص الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير ومؤثر من يوم الاربع، امطار مؤثره اكثر على المناطق الساحليه اللي هي السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، وكمان هتتقدم للمحافظات الداخليه، يعني محافظات الوجه البحري هتشمل كمان مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، فاجواء شتويه بشكل كبير مع الاربع والخميس والجمعه ويمكن كمان يوم السبت ان شاء الله. طيب الجونه وضعها ايه الويكند الجاي؟ يعني عشان في ناس بتسافر يعني وكده. احنا عندنا الاحوال الجويه بدايه الاسبوع مستقره في معظم المحافظات، لكن مع نهايه الاسبوع هيكون لسه في فرص للامطار، يمكن الاول الاسربه والرمال المطره في المحافظات المطله على البحر الاحمر او تحديدا في المنطقه اللي بتاعت البحر الاحمر هيبقى عندي اسربه ورمال مطره. يعني الناس اللي عايزه تسافر مثلا تاجل بلاش الويكند الجاي لاي محافظات ساحليه خلينا نقول.
لان الويك اند ده هيبقى انا عندي الويك اند كله، الاربع والخميس والجمعه والسبت كمان هيبقى في تقلبات جويه باختلاف بقى كل محافظه، نلاقي محافظه فيها امطار، محافظه فيها نشاط سياح مثير للرمال والاسبه. خلينا ناجل يعني اي حاجه احنا لو احنا محتاجين نتفسح، يعني مع ان في بعض المناطق زي الاقصر واسوان الاجواء فيها مستقره بشكل كبير، الطقس دافي فتره النهار، فده بيبقى فيه فرق درجات حراره كبير بين فترات النهار والليل، بيبقى الفرق يتجاوز ال 15 درجه مئويه، بس احنا برضه ممكن نخرج بس ناخد احتياطاتنا اللي اهمها طبعا مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه. لازم نستدعي الكمامات، مهم جدا الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، والقياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع اي ظاهره جويه ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه. الاساس منها الشبوره طبعا. الشبوره طبعا، لان الشبوره النهارده كانت شبوره مائيه كثيفه، الايام اللي جايه الاتربه هتؤدي انخفاض رؤيه افقيه على الطريق، والامطار في المناطق الساحليه ايضا بتؤدي انخفاض الرؤيه الافقيه، وطبعا نكون في متابعه مستمره للنشرات الجويه قبل ما نخرج. صحيح صحيح. نعرف ايه الظواهر الجويه ونبدا نتعامل معاها. صحيح، رائع جدا، تغطيه ممتازه ومتميزه كالعاده دكتور منار، نشكرك جدا عليها. شكرا ليكي. الناس شكلها هتضطر تاجل. الناس انا مالي. الناس الناس احنا يا جماعه بطمن على الناس. احنا مش طرف. اي محافظات تانية؟ نروح فاصل ونرجع نكمل. ده من جديد لي 10 الصبح في الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره تانية. خلونا بقى ناخد فكره عن اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا العزيزه سالة حامد المتواجده حاليا تحديدا في ملعب مختار التتش وجاهزه عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي. صباح الفل يا كريم، طبعا برحب بيك وبالتاكيد برحب بيك يا نهاوند وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده طبعا من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع، وزي ما انت قلت يا كريم طبعا انا متواجده حاليا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد من داخل ملعب مختار التتش عشان انقل لحضراتكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخلينا طبعا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ممكن خليني اقول لك طبعا يا كريم انه ان شاء الله النهارده الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي على ملعب او على ارضيه ملعب مختار التتش. النهارده ان شاء الله التجمع يعني الساعه 10 والتدريب ان شاء الله هيبتدي كمان شويه الساعه 11 على ارضيه الملعب، وده طبعا كله في اطار استعدادات الفريق بالتاكيد للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق شباب لوزداد الجزائري يوم 16 فبراير يوم الجمعه ان شاء الله المباراه، وهتكون الجوله الرابعه من بطوله او من يعني مرحله دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. ويمكن ان شاء الله كمان الفريق يعني يا كريم ونهاوند هيسافروا او هيبتدوا طبعا التجهيزات من يوم الاربعاء المقبل باذن الله. الفريق هيتوجه للجزائر واللي هيكون او هيترأس البعثه او هيكون رئيس البعثه هو الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ان شاء الله هيكون كمان مع الفريق في يعني المباراه دي او في طبعا رحله الفريق من مصر للجزائر. يمكن طبعا يمكن كمان الاستاذ محمد الجرحي يعني قام بالتنسيق يعني كل الامور وكافه الامور الخاصه بالبعثه وبسفر طبعا البعثه طبعا مع الكابتن خالد دبيبو مدير الكره، يمكن طبعا نسق معاه كل الامور وكافة الامور الخاصه بالسفر الفريق، وطبعا يعني كمان ان هو يهيئ لهم كل الاجواء يعني المناسبه والملائمه طبعا للفريق والجهاز الفني قبل طبعا مباراه الاهلي وشباب لوزداد يوم الجمعه 16 فبراير من بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن طبعا يعني اخبار الفريق الاول لكره القدم. كمان خليني اقول لكم النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه في قطاع الناشئين ما بين الاهلي وبتروجيت مواليد 2003، وان شاء الله المباراه دي هتقام على ملاعب الكره في مدينه نصر فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ان شاء الله المباراه هتكون في تمام الساعه 2:30 مساء او 2:30 عفوا بعد الظهر، دي هتكون المباراه بالنسبه ل 2003 الاهلي وبتروجيت، وان شاء الله يعني هتكون بشكل مصري هتتم اذاعتها عبر شاشه قناه النادي الاهلي باستوديو تحليلي قبل كمان المباراه. يمكن ده بالنسبه لفريق كره القدم وطبعا قطاع الناشئين. خليني بقى اروح يعني طبعا لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره اليد الرجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. يمكن من يومين طبعا يا كريم ونهاوند يوم الجمعه الماضيه كان في مباراه بين النادي الاهلي وسموحه، مباراه قويه جدا جمعت ما بين الفريقين على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ويمكن انتهت بفوز النادي الاهلي بفارق 5 اهداف 26-21 لصالح النادي الاهلي. مباراه كانت قويه شهدت يعني تالق العديد من اللعيبه زي عمر خالد كاستيلو وكمان يعني باقي اللاعبين. يمكن عمر خالد كاستيلو طبعا من اللعيبه يعني سجلوا العديد من الاهداف
في المباراه، مباراه سموحه، وكمان يعني بدون راحه الفريق النهارده هيواصل تدريباته بشكل طبيعي. التدريب هيكون الساعه 4، ويوم الثلاث ان شاء الله النادي الاهلي عنده مباراه مهمه، الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام او الدوري العمومي لكره اليد، هتكون امام نادي الجيش، ودي هتكون مباراه يوم الثلاث ان شاء الله، وهتقام في تمام الساعه 4 عصرا، ودي هتكون على الصاله الخاصه بنادي طلائع الجيش. كمان خليني اقول لكم انه بالنسبه لسيدات كره اليد، يمكن حاليا طبعا هم في راحه من المباريات، وان شاء الله بالنسبه للمباريات هترجع تاني، وهيرجعوا تاني للمواجهات والمباريات يوم 20 من شهر فبراير ان شاء الله. يعني جميع المباريات دي هتكون في الدور التاني من بطوله الدوري، لكن هم حاليا في فتره توقف دولي، يمكن طبعا بيبقى في معسكر دولي بالنسبه للاعبات كره اليد، كل يعني خميس وجمعه وسبت بيكون في تجمع ومعسكر مفتوح بالنسبه للاعبين، ولكن بقيه الاسبوع بيكون التدريب مع فريق النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله المباريات بالنسبه لي في بطوله الدوري والنادي الاهلي هترجع يوم 20 من شهر فبراير الحالي. كمان خليني اقول لكم ان امبارح كانت في مباراه طبعا يعني كلنا شفناها على شاشه قناه النادي الاهلي، مباراه ما بين الاهلي وسبورتنج في الكره الطايره، طبعا رجال كره الطايره امبارح كان عندهم مباراه قويه مع نادي سبورتنج، وانتهت لصالح النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد لسبورتنج. يمكن المباراه دي كانت على صاله امير عبد الله الفيصل، ويمكن النهارده كمان يعني بدون راحه الفريق هيواصل تدريباته الساعه 2 الظهر على نفس الصاله، صاله امير عبد الله الفيصل، عشان بعد كده ان شاء الله عندهم المرحله القادمه. يمكن مباراه سبورتنج دي كانت اخر مباراه وختام الدور الثاني من بطوله الدوري، ان شاء الله المباريات القادمه هتكون هي مباريات تصنيف المستوى. النادي الاهلي هيواجه فيها نادي الشرقيه للدخان يوم الثلاث ويوم الاربع على صاله حسن مصطفى في تمام الساعه 8 مساء، وبعد كده ان شاء الله هيكون في مرحلة البلاي اوفز او دور الثمانية، ودي هتتم بعد المباراة ان شاء الله تصنيف المستوى، هيكون في قرعة من قبل الاتحاد المصري لكرة الطايرة، وهيحدد طبعا يعني النادي الاهلي هيواجه مين من المجموعة او المجموعة من الدور او المستوى الثاني، لكن طبعا في مجموعتين بيبقوا المستوى الاول المستوى الثاني، فان شاء الله النادي الاهلي هيواجه فريق واحد من المستوى الثاني في دوري العام للكرة الطايرة. كمان سيدات الكرة الطايرة النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي، التدريب هيكون الساعة 7 عشان عندهم أيضا يعني مباريتين مهمين في بطولة الدوري، وهيقاموا على نفس الصالة، صالة أو مجمع صالات لدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، المباريتين هيكونوا يوم الجمعة والسبت أمام نادي الزهور، وهيقاموا أيضا في نفس الموعد زي كرة الطايرة بالنسبة لرجال كرة الطايرة، نفس الموعد الساعة 8 مع النادي الزهور، ودي هتكون مرحلة دور الثمانية البلاي اوفز. طبعا النادي الاهلي مطالب منه ان هو يفوز في مباراتين من اصل ثلاث مباريات للضمان التاهل لطبعا الدور اللي بعديه في بطوله الدوري العام للكره الطايره. وطبعا يعني استكمالا لجميع اخبارنا، اخيرا كره السله في النادي الاهلي، طبعا بالنسبه لرجال كره السله زي ما احنا عارفين بالتاكيد حاليا هم في توقف دولي بالنسبه لي طبعا منتخبنا الوطني اللي بيشارك في بطولتين الفتره القادمه لحد يوم 27 من شهر فبراير الحالي. يمكن طبعا منتخبنا الوطني في قطر هيشارك في بطوله دوليه وديه بالنسبه لكره السله، وكمان عنده تصفيات في بطوله افريقيا او الافرو باسكت. يمكن كل المباريات دي ان شاء الله يعني هتنتهي يوم 27 من شهر الحالي، ويمكن في ست لاعبين كمان من النادي الاهلي ونهاوند وكريم منضمين لمنتخبنا الوطني، وهم ايهاب امين، عمرو الجندي، عمر طارق، مروان سرحان، سيف كايدار هنداوي، وكريم حاتم الجزاوي. يمكن دول الست لاعبين ان شاء الله اللي هيكونوا مع منتخبنا الوطني، وهيرجعوا النادي الاهلي باذن الله في بدايه شهر 3 المباريات كمان دور الثاني من بطوله الدوري لكره السله. ان شاء الله كل المباريات دي هترجع كمان في شهر 3، وسيدات كره السله النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات. يمكن امبارح كان عندهم مباراه مع نادي الاتحاد السكندري، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 105 أو 59، وان شاء الله النهارده هم هيبقوا في راحه، ويوم التلات عندهم مباراة مهمة مع سموحة هتقام هنا الساعة 6 على صالة الشهداء داخل مقر النادي. يمكن دي كانت يا كريم ونهوان طبعا كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي، وطبعا الفريق الأول لكرة القدم. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة سالة حامد على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا ليك. شكرا ليك يا سالة. خلينا دلوقتي بقى نتعرف على شق مهم، يعني الجوائز المالية بتشغل بال برضو فئة كبيرة من المجتمع، وإحنا أكيد برضو على المستوى الشخصي. تعال نعرف الجوائز أو مقدار الجوائز المالية اللي كاس هنا أمم أفريقيا 2023 من غير الفيديو جراف ده.
ارقام بسيطه على فكره، والله تعتبر جوائز فض كتير متواضعه نسبيا بالمقارنه كمركز صحيح. اول يعني. طيب خلونا قبل ما نطلع الفاصل ده نتعرف مع حضراتكم على مجموعه من التمرينات الرياضيه السهله البسيطه اللي ممكن كلنا نمارسها بمنتهى الاريحيه في اي مكان، ونطلع بعدها فاصل ولنا عوده ان شاء الله. اتفضل. يا صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره عندنا تمرين فول بادي بادي ويت، مش هستخدم فيها اي ادوات، هتبقى كلها بادي ويت، ولو هستخدم هستخدم اعضاء جسمي في ان انا اقاوم التمرين نفسه او ان انا اعمل مقاومه على العضله، وده هنشوفه دلوقتي حالا بالتمارين ان شاء الله. اول حاجه هبدا الباك، اول حاجه هبدا من تحت الكالف ريزز، ده كده السمانه. هيبقى بعد كده عندي الهامسترنج، هعمل بس بالانس برجلي العكسيه وهطلع اتنيها وانزل تاني بالراحه. بعد كده هيبقى عندي الجلوتس، هعمل كيك باك، ولو في مشكله ممكن اجيب كرسي او اي حاجه واسند عليه لو ده لو لسه البالانس مش احسن حاجه عندي. بعد كده هعمل الريكتور سبايني، تمرين سوبرمان، بعد كده هاخد عضلات الظهر، هبدا من الوضع ده، واحاول اعمل سكويز واعصر ظهري على قد ما اقدر. بعد كده هاخد الفرونت وهبدا بالابر تربيزيز، انا واقف احاول اطلع بكتفي لحد فوق واثبت ثانيتين وانزل بالراحه. بعد كده هيبقى عندي البوش اب عشان اشغل بيكتورس ميجور التشيست، وهشغل معايا الكتف الامامي والترايسبس، هوزع ثقل الجسم على جسمي بالكامل. التمرين ده لو عايز اعبه ممكن اشتغل بدراع واحد، بس هوسع رجلي شويه عشان اوزع مركز ثقل الجسم. بعد كده هيبقى عندي الكرانشز، بعد كده هيبقى عندي السكوات للكوادرسيبس، وبرضه عشان نوضح من الجنب ان الهيب هو اللي بيشتغل اول. وبكده نكون شغلنا كل عضلات الجسم، وممكن نختم بالبلانك، وده عملناه في اكتر من حلقه قبل كده. خلص التمرين النهارده كانت تمرين فول بادي باستخدام وزن الجسم. كان معاكم كابتن مصطفى النوبي من داخل جيم النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل.
يا صباح الفل عليك يا استاذ شادي. صباح الخير يا كريم. اهلا بيك. اهلا بيك. صباح الهنا. صباح الفل. مش عارفه ايه موضوع الجراي كلنا. أيوة. النهارده بجد صدفه الناس تفتكر منسقين ولا حاجه. صدفه سعيده. اه احنا دفعه ثالثه ثانوي صح كده؟ بالظبط. انا وكريم كنا بنتكلم في الانترو عندنا يعني على قصه المقارنه ما بين كاس امم اسيا وامم افريقيا، وقلنا مستوى الكوره عندنا افريقيا تحديدا للمنتخبات العربيه اللي شاركت غريب جدا، بينما الناحيه الثانيه بتيجي تبص على امم اسيا لا عندك منتخبات ما كانتش ليها وجود على الساحه اصبح ليها وجود زي منتخب الاردن على سبيل المثال. خلينا نبدا من هنا ونتكلم عن كمان المباراه بالامس طبعا النهائي ما بين قطر والاردن واللي كان فيها بالمناسبه تنافسيه شديده جدا يعني. طبعا متفق معاكي جدا. يعني الصدفه حطت البطولتين في نفس التوقيت، فالناس بطبيعه الحال لازم حكرت. اكيد. المشاركات العربيه على الصعيد الافريقي كانت مش احسن حاجه، بلاش نقول سيئه لان هي سيئه بس مش احسن بس حاجه. بس مش هنقول. بس مش هنقول. لكن كويس انه ما قالش على فكره. لان فعلا المنتخبات العربيه خمس منتخبات عربيه ما فيش ولا منتخب ادى اللي مطلوب منه سواء على الصعيد الفني او على صعيد الروح والحماس جوه الملعب. دي حقيقة. الوحيد اللي ممكن يبقى فيه استثناء شويه منتخب المغرب، يعني المنتخب المغربي الى حد ما كان فيه روح جوه الملعب، لكن الاربع وقطع شوط اطول شويه بالمقارنه بغيره. طبعا يعني مصر، الجزائر، تونس، موريتانيا، المنتخب الموريتاني نستثنيه شويه. الوحيد اللي يعتبر عمل اللي عليه على الصعيد الحماس والرجوله والفنيات، لكن المنتخبات الاربعه الاخرى لا ما كانوش على قد المستوى. لو انتقلنا بقى لبطوله اسيا 10 منتخبات عربيه صعد منهم 8 للدور ثمن النهائي، فبالتالي المنتخبات العربيه ادت بصوره كويسه. المنتخب الفلسطيني مع كل الظروف كان مفاجئ لكل ومنتخب سوريا الوضع في المنتخبين صعب جدا قبل البطوله، استعدادات تكاد تكون منعدمه، لكن اللعيبه مقدره المسؤوليه والشعار اللي هم عاملين لواءه يعني. صحيح. فبالتالي لعبوا بكل ما يملكون من قوه رجوله قبل الفن. منتخب سوريا تحديدا على الصعيد الفني كان معاه مدرب يعني ايه قديم او محنك في النقطه دي، البطولات المجمعه، وهو هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وبوجود طبعا الحضري، والحضري كان ليه دور مهم جدا مع حارس مرمى منتخب سوريا في ارتفاع وتطور مستواه. المنتخب الفلسطيني كل الجماهير العربيه وكل اللي كانوا موجودين في البطوله كانوا بيساندوه جدا. طبعا. وقفوا المنتخبين عند الدور ثمن النهائي دور ال 16 لكن خرجوا بشرف. فلسطين دي أول مرة فلسطين تتأهل لدور ال 16 أصلاً في البطولة. بالظبط دي بالظبط. وسوريا كذلك، لكن فلسطين خسرت أمام المنتخب القطري في دور ال 16 بهدفين مقابل هدف، وكان متقدمين ويعني حظهم سيء إن هدف التعادل جه في الثانية الأخيرة من الشوط الأول، والهدف الثاني جه في بداية الشوط الثاني، فدي ظروف الماتش. سوريا لعبت ماتش قوي جداً أمام إيران وكانت تستحق التأهل وخسرت بركلات الترجيح. باقي المنتخبات، المنتخب الأردني لو حابين بقى نتكلم على باقي. تعالى نتكلم عن ماتش امبارح تحديدا. يعني طبقا طيب. للي أنت تابعته رؤيتك إيه للماتش ده؟ أفضل 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 دايما إنجاز للمنتخبات اللي بتبقى جاية من بعيد. مش مرشحة قبل البطولة. وتفاجئك. بالظبط. أو جوه البطولة يعني خلاص الفرص منعدمة وفجأة تيجي. طيب لو اتكلمنا عن المنتخب الأردني تحديدا، المنتخب الأردني في مجموعته هو اختار طريقه. يعني ايه اختار طريقه؟ المجموعة دي كان ليها كده يعني حسبة معينة، ان هم كان البحرين، كوريا الجنوبية، الأردن، الثلاثة ليهم فرص في التأهل، لكن البحرين كانت لازم تكسب عشان تتأهل فصدروها لمواجهة اليابان. لأن طبعا لما تواجه اليابان غير لما تواجه العراق غير لما تواجه السعودية. وبالفعل يعني المنتخب البحريني خسر أمام اليابان. المنتخب الأردني اختار طريقه بقى، اللي أنا ألاعب للعراق، أخد ثالث في المجموعة، مع أنه هو في المباراة الأخيرة كان ممكن يصعد أول مجموعة متصدر، لكن اختار اللي هو يخسر. ممكن يعني مش اختيار على قد ما هو فكر إزاي يكمل البطولة. لاعب العراق، العراق واليابان، الفرقتين أقوياء، لكن أنا ممكن ألعب مع المنتخب العراقي بفكر الحسين عموتة المدير الفني القدير جدا، خاصة إن كان يعني كمية من الانتقادات قبل البطولة عليه ملهاش حصر.
النتائج كمان في المباريات الوديه كانت ضلمه بالنسبه لهم زي ما بنقول، يعني خصموا من اليابان وخصموا من لبنان، فالمنتخب الاردني كان رايح مش من مرشحين بتاتا، لكن مباراه العراق هي اللي حطتهم بقى على الطريق. يعني تكسب العراق 3-2، والمنتخب العراقي كان من اقوى المنتخبات في البطوله. صحيح. على ارض الملعب. صحيح. وتاريخيا برضو العراق ككوره اقوى من الاردن. الفوز في الثواني الاخيره، يعني كانوا مغلوبين 2-1 لحد الدقيقه 90، جابوا جولين. تحس المنتدى حلو. بالظبط. فاديتهم باور كمان بقى طبعا، يعني هم ككواليتي سكواد كويسين جدا بقياده النجم. السعوديه فين بقى من اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ السعوديه فين؟ السعوديه بدات البطوله كويس جدا، لكن مش هي السعوديه بتاع كاس العالم. صحيح. اختلاف. صحيح. اسلوب اداء ما بين هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي و مانشيني المدير الفني الايطالي، تحس ان التوليفه مش راكبه، يعني التوليفه ما بين اللاعبين، مع ان برضو لاعبين، يعني اتكلم على سالم الدوسري ومحمد كنو وخضرمين برضو مجموعه طبعا من افضل اللاعبين، برضو في الدور الاول كانت من الفرق والمنتخبات المرشحه، لكن السعوديه في مواجهه دور ال 16 لعبت كوريا، كوريا الجنوبيه بقياده كيم سون نجم توتنهام. السعوديه قدمت مباراه جيده مش سيئه، لكن كانت متقدمه بهدف قبل لحظات، بس عملوا بقى مانشين عمل حاجه يعني اللي هي زي ما بنقول ايه، بيبقى قرار يضيعك. يعني هو في الشوط الثاني تحديدا اعتمد على يعني الحاله الدفاعيه اللي هو مقفل الدفاعات او الزون ديفنس، ففي الحاله دي لازم لما تيجي تطلع يبقى في لعيب اللي يخرجك بالكوره صح. فكان اللي بيعمل ده طول الشوط الثاني سالم الدوسري، قبل 10 دقائق طلع سالم الدوسري وينزل عبد الرحمن. يعني عايز اقول دي اللقطه اللي كانت نقطه تحول في الماتش، ان ما بقاش فيه قدره ان المنتخب السعودي اللي هو يطلع لقدام. 10 دقائق المنتخب الكوري ضاغط المنتخب السعودي، حارس مرمى المنتخب السعودي احمد قصار تصدى للعديد من الكرات، وفي الاخر المنتخب الكوري سجل هدف وركلات الترجيح ابتسمت لكوريا على حساب السعوديه. في حاجه بقى، هل يا ترى المنتخب السعودي هيكمل مع انشيلوتي ولا لا؟ دي بقى اللي هنشوف مع مانشيني ولا لا. انا اسف، لان في لقطه حصلت ان هو في الركله الرابعه بعد لما اضحى ساب الملعب ومشي. ساب الملعب ومشي. كانت لقطه غريبه، كانت غريبه جدا. صحيح. غريبه يعني. هي فيها حاجه كده استسلام للواقع، خلاص هو شايف ان لا اليوم مش بتاعه. واللقطه الثانيه بتدي رساله برضو طبعا، وبيسجل موقف بالحركه اللي عملها دي، بس وان كان الناس استغلطته هو عليها جدا. طبعا. يعني اعمل، يعني استنى لحد حتى الركله ما تخلص تسلم على المدير الفني للمنافس. طبعا تسلم على لعيبتك، لان الدور المعنوي في الوقت ده لعيبتك محتاجاك وقت الهزيمه اكتر من الفوز. أكيد. ده بالنسبه فيما يخص المنتخب السعودي. باقي المنتخبات العربيه المسيره مشيت واحده واحده لحد طبعا لما نتكلم على المنتخب القطري. المنتخب القطري هو حامل اللقب فعلا، لكن وفي الدور الاول فاز من المنتخبات القليله، يعني هو منتخب العراق ومنتخب ايران المنتخبات الوحيده اللي حققت 3 فوز، لكن كان برضو في يعني ايه سن شك من الجمهور القطري في قدره الفريق على الوصول للنهائي. برضه مشيوا خطوه بخطوه. اللي انا حابب بس اقوله ان منتخب قطر 2019 2023 ده نتاج شغل طويل جدا وبلان محطوطه من اول ما قطر اسند ليها تنظيم كاس العالم 2022 في 2010. هو ده استاذ شادي اللي احنا بنتكلم فيه، وانا وكريم اتكلمنا عنه في الانترو. القصه كلها ان انت شايف الدول حواليك بترسم خطه. بجد الموضوع بقى يعني ملحوظ بشكل كبير، لان كمان مش ملحوظ فكريا او كافكار انت بتجيبها او كواليس، لا ده على الارض باين. يعني بدايه من منتخبات ما كانش ليها تواجد تماما على الساحه زي لاسباب برضو سياسيه وغيره، يعني سواء المنتخب السوري او الفلسطيني او الاردني او غيره، لكن دلوقتي اصبح ليهم وجود الى حد كبير. تيجي بعد كده تبص حواليك برضو تلاقي افريقيا في منتخبات بتتطور بشكل كبير، لكن انا ما عنديش حاجه واضحه، ما عنديش رؤية أصلاً، وده يحزن. يعني أنا رايح فين؟ هي أنا متفق معاكي جداً طبعاً، لأن في نقطة، طول ما احنا ما فيش خطة أو طول ما احنا شغالين بالقطعة أو طول ما احنا شغالين بالمزاج
فبالتالي مش احنا مش عارفين ناخد قرار. يعني لما حتى بناخد قرار اوقات قراراتنا بتبقى عشوائيه مش مدروسه. هات ده مدير فني، هات ده مدير كوره، هات ده مش عارف ايه، غير لي ده، قيل ده، شيء صعب. يعني انا دائما وابدا بتفق معاك، انا مش متفق معاكي في نقطه اوقات، واحنا على طول بناخد قرارات عشوائيه. يعني فعلا ابسط حاجه اخيرا البيان طلع اول امبارح مثلا، اسناد للمدرب عام لكابتن محمد يوسف، و لا هو تعين الساعه 5 تاني يوم الساعه 10 لا الاستقرار يعني. على يعني البحث عن مدير فني اجنبي تاني يوم بقى كابتن حسام حسن. فبرضه دي تاكيد تاكيد. حتى كابتن حسام حسن شخصيا كان في اصوات كثيره جدا بتطالب بان هو يكون هو المدير الفني. اول ما ده حصل بالفعل ابتدت معظم الاصوات دي تشكك في جدول الاختيار، تبقى مش فاهم حاجه وبتضرب اخماس في اسداس. عشان الاختيار ما جاش مدروس، ما فيش خطه للاختيار. هقول لحضرتك على حاجه، كوبا مش ليه؟ هو جه استجابه لضغط جماهيري اكتر. ما هو ده مش صح. ده مش صح. طول ما انت بسلم مدانك للسوشيال ميديا والله قلنا فده ده. مش صح. هقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. منتخب قطر المدير الفني تم اسناد المهمه ليه قبل شهر من البطوله، كان كيروش هو المدير الفني لمنتخب قطر. النتائج ما كانتش على احسن حاجه، احسن حال وتوقعاتهم واملهم، فبالتالي خدوا الاكشن. طيب الاكشن دلوقتي هجيب مدير فني اجنبي يجي يشوف لسه اللعيبه ولا حد محلي عارف قدراتي الفنيه؟ مدرب نادي الوكره، واحد من المدربين الاسباني لوبيز، تم اسناد المهمه ليه، راجل عنده علم، لان معظم ان ما كانش السكواد كله بتاع منتخب قطر لاعبين محليين يعني، فهو شايف اللعيبه قصاد وعارف امكانيات كل لاعب، فبالتالي هو بس حط لهم الفريم اللي يبتدوا يمشوا الدنيا فيه. يمشوا الدنيا دي مش اللي احنا وصلنا مثلا الدور 16، فلا احنا هنوصل، عايزين نوصل فاينل. بس اللي انا اقصده اللي هو في حتى لما بتيجي في حاجات طارئه فانت عندك بلان بي. من الناحيه الثانيه لو انتقلنا لافريقيا، منتخب كوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار جاي من بعيد جدا وتم تغييب المدرب جوه البطوله. صحيح صحيح. فبالتالي يعني لازم يبقى عندك بلان اي وبي وسي، ولازم تبقى الدنيا متخطط ليها انت عايز توصل لايه. تعالى تعالى نرجع تاني لامم اسيا، لان احنا نما الى علمنا بس مش متاكدين من مدى صحه الكلام ده. انت كنت حاضر البطوله هناك بالفعل وحضرت ماتشات كتير ورجعت قبل النهائي. يعني انا حضرت قبل نصف النهائي، عفوا. انا حضرت تحديدا جزء كبير جدا من دور المجموعات ودور ال 16 بالكامل. طب يبقى كلمني بقى بشكل عام عن البطوله والتنظيم والفعاليات والروح اللي كانت موجوده. طبعا البطوله تنظيميا خلاص هي قطر عملت البيز وبقت او السيت اب، وبقى بس كل ايفنت بيتغير بس اللوجو بتاعه والديسبلاي بتاعه وخلاص. يعني هي بقت جاهزه تماما لاستضافه اي حدث عالمي. وبالمناسبه يعني بيقام حاليا بطوله العالم للالعاب المائيه في قطر، بتقام حاليا، اللي مها عامر بطلتنا خدت ميداليه برونزيه في الغطس. فهي خلاص قطر بقت هاب لكل البطولات، والاستعدادات كامله مكمله هناك اللي هي تستضيف اي حدث رياضي. البطوله اتلعبت في 9 ملاعب، معظمها طبعا اللي كانت في كاس العالم ما عدا ملعب 974 اللي هو كان معمول بالكونتينرز. أيوة. ده وما تفكش عشان بس الناس مش كان يعني حلو لسه موجود. هيتفك مع انتهاء. لا ما تفكش لسه موجود زي ما هو في مكانه زي ما هو يعني. فالملاعب طبعا انا حضرت في 8 ملاعب من اصل 9، لان الملعب بلوسيل اتلعب عليه الافتتاح والختام. الملاعب كلها مجهزه بكل يعني بكل الفاسيلتيز اللي انت محتاجها تعمل اي حاجه كصحفي، اي حاجه انت محتاج تعملها جوه الميديا سنتر في اي ملعب انت هتبقى. بادجت ثانيه خالص برضو محطوطه يعني لما تيجي تقارنها بيك يعني. اصلا مختلف في النقطه دي. طب قول لي، احنا اختلفنا اول مره هي. معلش انتوا اتحسدتوا يا اولاد. اختلافي هم صرفوا مره واحده بس صح. ففضلت ماشي. ما هو بادجت برضو بس يعني كانت مره احنا بس. بنصرف 3-4 مرات غلط، لو حسبت التوتال اللي اتصرف ممكن يبقى الفرق بسيط. يعني هي الموضوع بس هو الموضوع تخطيط. هنرجع حصل مع المدير الفني كده عندنا سيستم وعقليه ومنتاليتي. صحيح تمام. فيما يخص بقى الاجواء الجماهير طبعا اتفضل. انا اسف بس يعني فيما يتعلق بالسيستم، ما في سيستم قديم موروث ومتجرب واتى ثماره عشرات المرات، فكره ومبدا ان انت تدي العيش لخبازه. ايه صعوبه ان احنا نوصل للفكر ده؟ ايه اللي منعنا ان احنا نطبق الفكر ده؟ ما لو خبازه ده مش هيبقى ماشي مع اللي انا عايز اعمله من حاجات يعني زي ما بنقول كده يعني مش مصرح بيها، فانا مش هجيب خبازه ده. لو خبازه ماشي معايا تمام ممكن نمشيها شويه. انا بكلمك بصراحه يعني اللي انا شفت. انا كان عندي تجربتين، السعوديه في كاس عالم انديه
وقطر كاس اسيا، الاثنين شفتهم بعناية، بقارنهم بحاجات كتير جدا بشوفها في مصر متعلقه بتنظيم بطولات بعيدا عن الالعاب الاخرى تحديدا في كره القدم. الموضوع فعلا بسيط، بسيط جدا يعني. هناك اللي يزعلك ان كل يعني الادارات المنوطه بتنظيم البطوله، هات الهيد او هات حد من التيم هتلاقيه مصري ومعروفين بالاسم. فين بقى دولت من البطولات اللي احنا بننظمها؟ ما مش موجودين. نرجع تاني بقى هناك، طبعا الاجواء كانت احتفاليه جدا. كاس العالم مدي انطباع لكل الجماهير اللي جايه ان في مكان هاب كده بيتجمع فيه كل الجماهير، وتحديدا سوق واقف ده ليله المباريات، كل فريق جماهيره بتنزل تعمل الاحتفالات وتعمل التقديمه اللي ليها علاقه بالبلد وبالهويه بتاعتها. تاني يوم بعد الماتش من الساعة 10 بتلاقي الجمهور بالأعلام، الدخول متيسر جدا، مفيش أي مشاكل بالنسبة للجمهور، الجمهور بيروح أكنه رايح خروجة، أكنه رايح مسرح، أكنه رايح سينما، كل الإمكانيات اللي هو متاحة بيخش بيلاقي الكرسي بتاعه، بيلاقي الكافتيريا، بيلاقي كل الحاجات اللي هو محتاجها، مساجد، كل حاجة. على الصعيد الفني البطولة كان فيها منتخبات أنا شايفها جاية في الكرة الآسيوية، منتخب طاجيكستان ومنتخب أوزبكستان. منتخب طاجيكستان منتخب منظم جدا، اول مشاركه ليه وصعد ليه دور ال 16، كان معاه مدير فني كرواتي، يعني راجل عارف يوصل ان لعبته الناس في البلد مستنيه ايه. يعني انت بتكسب، هم هناك مستنيين المكسب ده، بحكم ان هو عارف. هو كده في مؤتمر صحفي حضرته قال انا من الشعب فحاسس بيهم، فلما بتكسب انا عارف هم مستنيين ايه. منتخبات كانت بقى يعني على ذكر المنتخبات العربيه، المنتخب اللي كان صدمه بالنسبه لي منتخب عمان، دو يعني كان بطوله مش كويسه بالنسبه له. حابب برضه اشوف حاجه للمنتخب القطري بس على الذكر، ان مشعل برشم الحارس اللي اخذ احسن جول في البطوله هو شقيق معتز برشم، بطل الوزن العالي للقطري، بطل الاولمبيات وبطل العالم. فيعني حتى كان في كومنت امبارح في الاحتفالات، كان في لابس نظاره كده دي اللي بيلبسها اخوه في المسابقات، فقال له يا بنت ترجع النضاره الدرج بقى عشان عندنا اولمبيات. على وسائل التواصل الاجتماعي. فلا البطوله كانت جيده جدا على الصعيد الفني من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري كانت اقوى فنيا من بطوله افريقيا، بس من فيها حاجه الاثنين بيبقوا زي بعض فيها او زي بعض فيها، قاسم مشترك يعني. قاسم مشترك، المنتخبات اللي جايه من بعيد يعني، في افريقيا في الكونغو في راس الاخضر منتخبات خططت زي ما انت. بس هي القيمه كمان يعني قيمه الجوائز مختلفه، افريقيا اعلى اعتقد 7 مليون من 5 مليون للفائز بالمركز الاول. يعني برضه دي دليل يعني ان لا في فلوس وافريقيا لاهميه البطوله اكيد. طبعا. طب انا عندي نقطه، في لو هنروح لامم اسيا اللي الأردن تحديدا، هي نقطتين اكتر في نفس الموضوع. يعني النقطة الأولى أن أنت دلوقتي بقت المغرب بتصدر كمان، مش بس عندها تطوير في الكرة، يبقى عندها كمان على مستوى المدربين. يعني حسين عموتة أصله مغربي في الأول وفي الآخر، ففي برضو طفرة حاصلة في النقطة دي. رغم بقى الكلام ده والكلام الحلو ده على حسين عموتة، بس أنا ما عجبنيش تصريح شوية بتاعه لما طلع قالك يعني محمود الجوهري يقدم كتير للمنتخب الأردني ولكن لكل عصر رجاله. يعني ما هو مع احترامي تمام أكيد لكل، يعني مش معلومة، بس ده فيها تقليل شوية من اللي قدمه محمود الجوهري معهم. أنا أخدتها بهذا الشكل وكتير من الناس أخدتها بهذا الشكل، يعني وقال لك لا التفت لوسائل الإعلام، تحس إن هو حاسس بضغط عليه أو مقارنة شوية بفترة كابتن محمود الجوهري. فأنت شفت التصريح ده إزاي؟ طيب خلينا نتفق برضو إن حسين عموتة واحد من أفضل المديرين الفنيين في قدرته على التعامل مع أسئلة الصحفيين داخل خلال المؤتمرات الصحفية أو رده على الانتقادات. طبعا الجمهور الأردني والمسؤولين الأردنيين مقدرين جدا جدا لحتى الآن، وجمهور الأردني طبعًا كمان طبعا لفترة الجنرال كابتن محمود، واتكلموا عن ده كتير الحقيقة جدا طبعًا. حتى الآن في يعني في الميديا، في المين ميديا سنتر وانت بتتكلم مع الأردنيين، هم فاكرين جدا فترة كابتن محمود الجوهري، لأنه هي دي البداية طبعًا اللي حطتهم على أول بقى طريق، يعني مرحلة التأسيس التقدم بالظبط. فلا هم مقدرين الموضوع ده جدا. النقطة التصريح هو طبعا كل فترة وليها رجالها،
كل فترة وليها المقومات بتاعتها واختلاف الكورة. يعني كان ممكن نقول نشعر بالامتنان لما قدمه ولكل فترة، يعني كانت هتبقى بس حسيتها ان هي فيها تقييد شوية. هقولك مش انا بس يعني. انا في نقطة بس، ان هو دايما الـ يعني تصريح المدرب اللي بيبقى مكتوب بيبقى فيه سنس كده، ربما يعني بيبقى فيه السنس اللي هو بتاع الصحفي اللي كاتبه، لكن وانت حاضره المؤتمر لا، يعني هتبقى حاساها اكتر. هو قصده بيها ايه؟ مش تقليلا خالص. أوكي. هو بيبقى حابب بس يوضح اللي يعني بصي، خلينا برضو نتكلم احنا كبشر، نقطة المقارنة كل شوية هتخلينا في مرة هنرد. يعني لو اجي اقول لكريم في مذيع سين طبعا تمام هو زميل، وفي مرة هتيجي خلاص بقى يعني. فهو لا، هو كان مضغوط جدا 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 طول البطولة. يعني لا بس هو قدم شغل محترم، الناس بتتكلم عنه لحد دلوقتي، يعني وصولك للنهائي والتنافس مع قطر بهذا الشكل طبعا يعني. طبعا هو طبعا مدرب برضه ذو خبرات يعني 2017. هنرجع نقول تاني لان المغرب مش شغالة على ملف واحد، هي شغالة على أكتر من ملف وخطة موضوعة من سنوات، عشان كده ثمارها دلوقتي إحنا بنشوفه. فهي بجد شابو للمغرب لأن هي اشتغلت على ملف كرة القدم بكل ما تحمله بقى أو يحمله من جوانب تحكيم وكرة نسائية وكرة قدم فريق أول وغيره وغيره. بص يعني هم اشتغلوا صح، في شوية دعم خارجي بيجي تمام، يعني رئيس الاتحاد مثلا، وده على فكره مش غلط، هو المفروض يبقى يعني رئيس الاتحاد بتاعي بيدعمني بالزبط. يعني بالظبط. كون برضو المدربين المغاربه في الوقت الحالي هتلاقيهم منتشرين. خلينا برضو نتفق او نوضح للساده المشاهدين ان الحسين عموته كان مدرب لنادي السد قبل كده في قطر، فهو برضو على يعني مش ما خدش تجاربه بس في المغرب، لا ده خد تجارب خارجيه، فبالتالي دي دليل على قدراته الفنيه العاليه. وطبعا احنا فاكرين في 2017 قاد الوداد للفوز بالشامبيونز ليج الافريقي على حساب النادي الاهلي، فبالتالي هو مدرب له خبرات، القدره ان انت تخطط. الكوره شئنا ام ابينا هي صناعه، فلازم تشتغل عليها صح. بقت تجاره اكتر في الفتره الاخيره. والله دي حقيقه بقت تجاره. تمام، يبقى انت لازم تخش جوه الساقيه بتاعت التجاره وتكسب منها. انا عندي سؤال قبل ما نختم، الوقت بيبلغونا خلص، بس عايز اروح سريعا للدوري الانجليزي، لان الدوري الانجليزي تاني هنرجع نقول متابعته من كل انحاء العالم، بس هي القصه كلها ان انا بشوف بعض الفرق عندك يعني بقى فيها زي هوب، يعني عندهم كده بوادر بتؤكد لك او بتحسسك ان ممكن يعملوا اختلاف على الارض موسم ما، منهم ارسنال. ارسنال يمكن الموسم اللي فات كانت شغاله كويس جدا، الموسم ده برضو اشتغلت كويس بس بعدت شويه، يعني برضو انت بتتكلم على مان سيتي وليفربول الابرز حاليا. المعادله دي ليه بتبقى كده؟ يعني دلوقتي ارسنال انت شايف فيها تخطيط جيد جدا، لعيبه كويسه، مدير فني جيد، دعم جماهيري كبير جدا، الصحافه ابتدت تكتب اكتر عنهم. طيب ليه ارسنال مازال متذبذب في التقدم للمراتب الاولى ومنافسه مثلا ليفربول على المركز الاول؟ طيب بص، ارسنال حاله زي ما بنقول ايه، في فتره بعد ارسن فينجر حصل دروب كده للعيبه وللجمهور، حتى ما بقاش في ثقه الفوز بالبطولات. لما جه ميكيل ارتيتا حطهم على الطريق الصحيح، لكن ان انت تكسبي الدوري الانجليزي دي مش حاجه سهله خالص. طبعا ليه؟ لان الدوري الانجليزي ليه مقومات مختلفه. انت بتلعبي 38 اسبوع، ال 38 ماتش اي هم بيبقوا 10 ماتشات في الاسبوع، اي فرقه ممكن تكسب الثانيه. فبالتالي ما فيش فكره اللي انا ايه بستنى العب مع التوب 6 اجمع منهم. انت يعني ممكن تبقى نتائجك هي نتائجك في المنافسين المباشرين التوب 6 هو اللي بتعمل لك البوش لقدام، لكن باقي الماتشات دي مهمه جدا، وياما ضيعت بطولات او الدوري الانجليزي من انديه كتيره. سريعا، ارسنال في الوقت الحالي هو ماشي صح، ارسنال مع ارتيتا على الطريق الصح. الفوز بالدوري الانجليزي مش هو دايما، هو طبعا يعني هو ده المقياس، لكن اللي انا اقصد انت ماشي صح ولا غلط بيبقى خلال الموسم كامل دنيتك ماشيه ازاي. بعدين خلينا بس نتفق، المنافسه في الدوري الانجليزي في وجود السيتي مع جراديولا ومع كميه الكتيبه دي كتيبه اعدام بجد، فيعني المنافسه صعبه جدا هناك. الاعمار السنيه كمان مختلفه تماما، وهو يعني بيبقى بيعمل احلال وتبديل دايما. وبعدين جراديولا عنده ال 11 اللي في الملعب هينفذوا الخطه بتاعته، وما عندوش فكره اللي انا
افضل مكلبش في لعيب عشان امنعه من يعني احنا شفنا في اتعادله مع تشيلسي وبالمر هو اللي كان نجم المباراه وهو اللي مشاه، يعني هو مشاه وهو عارف اللي هو هيروح منافس مباشر ليه. فاللي انا اقصده ده الانجليزي كيس كده الفوز ببطوله فيها بتبقى طالعه فعلا يعني ما لناش دعوه بجوارديولا وفرقته. ليفربول لما كسب الدوري كان طلع يعني طلع عينه عقبال ما يكسب. في سنه ليفربول خسر الدوري على ماتش، فضل 13 ماتش مستني السيتي يتعادل. وده جزء كبير من 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 سحر وجاذبيه وجمال الدوري الانجليزي. هي فكره عدم متعه. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني ما اعرفش الفانتزي بتاع البريمير ليج اصلا هو متعه، يعني اللي بيلعبوا فانتزي بيبقى كل اسبوع في دماغه شغاله الوايلد كارت اديله لمين، اجيب مين في التشكيله دي، اجيب مين واشتري مين. فتخيل ده للجمهور، فما بالك بقى الدوري نفسه الفعلي. شادي نورتنا بجد، قراءه ممتعه كالعاده، شكرا ليك جدا. عندنا لسه اكيد كلام كتير جدا عن الكره المصريه، ويعني خلينا نقول وافريقيا، والمنتخب كمان اتكلم عن كاس امم افريقيا والنهائي وغيره وغيره من الملفات المهمه طبعا، والنادي الاهلي والاستعدادات لمباراه شباب لوزداد تحديدا وغيره كمان من الملفات. خلينا نقول اللي بيطلق عليها او بيطلق عليها البعض الشائكه. كل ده خلينا نرحب في البدايه بس مع كابتن ايهاب جلال نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الخير كريم. صباح الفل. صباح الفل، منورنا. الله يخليك، شكرا. تعالى نبتدي بماتش النهارده النهائي نيجيريا وكوت ديفوار، ورؤيتك للماتش ده هيسفر عن ايه في الاخر؟ يعني بص، طبعا بطوله افريقيا كلها فيها زي ما حضرتك قلت كده في حاجات شائكه جدا فيها مع كل الاحداث يعني. صحيح. انما انا شايف طبعا كوت ديفوار كانت خارجه بره خالص، كانت خرجت بره اصلا. لو كانت المغرب سوري الجزائر كانت عدلت ماتش واحد، نقطه واحده خدتها كانت هي اللي دخلت. انما مباراه النهارده هتبقى صعبه جدا. انا شايف ان نيجيريا، بالنسبه لي انا نيجيريا هي اللي ممكن تكسب البطوله، رغم ان هي بتلعب في كوت ديفوار والجمهور عامل الجمهور طبعا. انما برضه ممكن تحصل احداث غريبه شويه، ان ممكن كوت ديفوار تكسب واحده، يعني فرقه جايه من بره خالص يعني روحوا. غريب ان كوت ديفوار يتقال عليها ان هي جايه من بره خالص. بالزبط. لو بصينا لتاريخها هنندهش قوي من الواقع ده طبعا. انما بدات وحش جدا، بدات اول مباراه كسبتها، اتغلب الثاني ماتش والثالث ماتش اتغلبوا الماتشين كانوا وحشين جدا جدا، واتغلبوا 4-0 من غينيا الاستوائيه. طبعا كان عندها مشكله، المدرب بتاعها مشوه، خرجت بره، روحوا البيوت، روحوا. ولما الجزائر ما صعدتش راحوا مرجعينهم تاني مع مدرب اللي هو المساعد بتاعهم، مساعد المدرب. فطبعا المباراه النهارده هي هتبقى مباراه حلوه، مباراه كويسه. وهم ابتدوا لما عارف انت يا كريم، لما فرقه تطلع بره خالص وتخش تاني خلاص بتفرق الحياه، قعدتهم الحياه فعلا. وهيبتدوا وابتدوا هم يبقوا كويسين، يعني هم ابتدوا في الماتشات كل مباراه يكسب 1-0 بس، انما هم ماشيين يعني الى حد ما برضو ماشيين كويس مع الراجل المدرب بتاعهم الجديد. انما نيجيريا من اول لما دوري المجموعات وهي ماشيه كويس قوي، يعني شايف ان نيجيريا عندها حارس مرمى جيد جدا، لعيبه كويسه جدا. انما مشكله الكوت ديفوار ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم الكويسين بس. حارس المرمى ضعيف جدا، يحيى فوفانا يعني ضعيف جدا، هو طويل جسمه كويس انما تحس ان هو مش قوي، يعني مش قوي جسمانيا، تحس ان هو مخلع كده هو واقف في الجون. انما حارس مرمى نيجيريا حارس مرمى جيد جدا، ماشي في كل البطوله من اول بطوله لغايه المباراه النهائيه ماشي كويس قوي. طبعا دايما حراس المرمى هم اكتر ناس بياخدوا عين طبعا. برضو انا بحلل المباراه، بتفرج برضو انت عارف يا كريم، بتفرج مش زي الجماهير يعني. أكيد بتفرج أكيد. انا من شق تحليلي شويه واقع خبرتك يعني مثلا يعني في الجون ده كويس قوي، يعني ممكن لو في مشكله بالنسبه لكوت ديفوار هتبقى بالنسبه لحارس المرمى وبقيه الفرقه، لان هم ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم اللي كويسين قوي بس. انما وحارس المرمى ضعيف جدا. انما نيجيريا هتحس ان هم السكواد اقوى يعني. السكواد اقوى جدا، لعيبه كويسه جدا في كل المراكز، لعيبه كويسه، حارس المرمى جيد جدا. فالمباراه النهارده هتبقى صعبه جدا، انما ممكن كوت ديفوار تكسب برضو، الواحد ما يعرفش برضو. لكن الارجح هي كفه نيجيريا. كفه نيجيريا بالنسبه لي انا طبعا، لان هي بادئه كويس قوي ومستواها متدرج كويس. انما واحده فرقه جايه من بره خالص، ابتدت تعيد حساباتها وتمشي كويس معقوله شويه، انما مش زي نيجيريا. نيجيريا تحس ان فرقه تقيله، فرقه تقيله جدا. انما عامل الجمهور هو ممكن يساعد كوت ديفوار شويه، ورئيس الجمهوريه هيحضر، ويعني في
يعني احتفاليه كويسه جدا، ممكن كوت ديفوار تعبر عن نفسها، ممكن الواحد برضو ما يعرفش، انما انا شايف ان نيجيريا على الورق نيجيريا احسن كتير. كلام محترم. طب بما ان احنا اتكلمنا عن حراس المرمى، تعالى كده نروح للبطوله وتقول لنا كابتن ايهاب مين اكتر حارس مرمى شايفه الاقوى بغض النظر لو كان ده اختيارك على نيجيريا يعني، ومين كان من وجهه نظرك مفاجاه في المستوى؟ مستوى كويس ان هو كان وحش او حلو؟ يعني برضو مستوى نيجي من الاول خالص، الشناوي برضو كان نفسي كان يبقى يدي مردود احسن شويه. يعني انا الشناوي لان هو برضو الشناوي ليه اسم كبير طبعا. ورقم واحد وبرضو من حراس المرمى الجيدين جدا في افريقيا، انما الفرقه كلها فرقه مصر ما كانتش بالمستوى اللي هو كويس ان هي تساعد الشناوي يبقى كويس. انت فاهماني؟ برضو الفرقه بتديك ايحاء انك انت برضو هبقى كويس او مش كويس، والعكس صحيح برضو. والعكس صحيح يعني طبعا. برضو الفرقه لما تستشعر ان حارس المرمى بتاعها، واحنا مش ولا انا مش بتكلم على المنتخب في كامل طاقته في المطلق يعني عموما، لا برضو ده بيدي حافز فظيع للعيب. بص كمان يعني انت عندك ما كانش في خط الدفاع بس، ما كانش فيه محمد عبد المنعم، هو اللي معقول شويه كويس، انما حجازي كويس وكل حاجه بس مش 100%، مش مردوده، مش 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 احسن حاجه. الراجل كان عمال يغير في هاني، لعبه الماتش الاولاني وبعد كده لعب الماتش الثاني عمر كمال، بعد كده الباك ليفت لعبه شويه، فكان كل هجمه عليك يا بجول يا فرصه مؤكده ضايعه. غير كده كمان كريم، انا اول مره اشوف منتخب مصر يخش فيه 6 جوان، عيب، ما يصحش، ما ينفعش. يعني في البطولة افريقيا كلها دي ما كنا بنلعب زمان يعني، او في الفتره الاخيره برضو يخش فيه جونين مثلا ولا حاجه او 3 يعني، منهم ضربتين جزاء او ضربه جزاء. فطبعا المردود ما كانش كويس، ده اللي كان بالنسبه للشناوي. انما في حارس مرمى غينيا الاستوائيه كان هايل جدا، اسمه اونو، كان برضو هايل جدا، انا شفته من دوري المجموعات، ده كان احسن واحد، كان هو المردود اللي مدي شويه كويس يعني. في ماتش كوت ديفوار كان هايل جدا، كسبوا فيه 4، كان هايل جدا. بعد كده طبعا ويليامز حارس مرمى جنوب افريقيا هايل جدا، ولد عنده ثقه في نفسه. سيبك من ضربات الجزاء، ضربات الجزاء انا حتى قلت لهم، انا كنت دخلت مداخله بعد في احدى القنوات يعني، ان بيقول لك ان الحارس ده كويس في ضربات الجزاء، قلت له لا مش لازم هو صد ضربات جزاء، لانه دارس الفرقه كويس، دارس وبيقرا كويس، يعني الحارس المرمى لازم يقرا اللعيب ويقرا الجيم. التفصيله دي تحديدا تخلينا لازم نقف عند ابو جبل. تمام، بس ابو جبل المدرب اللي قال له اعمل كده. يعني انا اعتقد ان المدرب هو اللي قال له اعمل كده. هو تكتيك، هو 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 تكنيك وتكتيك الحارس المرمى بيعمله من خلال المدرب. يعني انا مثلا في حارس مثلا ممكن اقول له ايه، يروح مره على اليمين والكره الثانيه يروح على الشمال، وافضل على الشمال في الاربعه اللي بعديها، الثلاثه اللي بعديها. بس هو ده توجيهات مظبوطه؟ ده تكتيك من بالنسبه للحارس. بس ده مش الطبيعي يعني. مش ده الطبيعي، ده طبعا. هو مش المفروض ان التكتيك الاظبط هو ان حارس المرمى عينه على الكوره وبيترمي ناحيتها؟ بتبقى صعبه، ما فيش حد يعني يترمي يا يمين يا شمال وزي ما تيجي. بص يا كريم، انا لازم اقرا حارس، يعني انا دلوقتي حارس مرمى وانت هتشوط عليا، انا لازم ابص لك اقراك، حتى ممكن اقرا صح وممكن اقرا غلط، بس في الغالب في الخمس ضربات جزاء لازم هتصد واحده يعني اتليست على الاقل يعني. انما ابو جبل عمل، راح مره، الاول مره راح شمال وبعد كده راح يمين كله، ما ينفعش ان انا اعمل ال 12 ضربه جزاء اروح في حته واحده يعني، ده ما ينفعش، لازم اغير في حاجه غلط، اكيد لازم اغير. عايزين بس ننوه طبعا ان اللقطات الحيه دي لقطات فعلا حيه دلوقتي لتدريب حراس المرمى للنادي الاهلي عندنا، هو بقيت الفريق في الجيم عدا حراس المرمى. لا كويس طبعا. طبعا بيستعدوا، نتمنى لهم طبعا التوفيق في ماتش افريقيا طبعا. انما من ابو جبل عمل خطا كبير جدا، انما ما ينفعش 11 كوره او هتشط عليك تروح ناحيه اليمين بس، لازم انا افكر حتى لو المدرب قال لك. يعني انا ساعات جدا في ضربات الجزاء بكون انا مدرب وفي ضربات جزاء مباراه يعني، ما بعملش كده، اقول له مثلا بنعرف مثلا قبليها اللعيبه دي بتشوت يمين بتشوت شمال، فتروح على اللي هو بيشوت عليه،
ده اللي عمله ويليامز في ماتش ال هو اتكلموا في النقطة دي كتير، قالك بيبقى مفروض حارس المرمى بيلاحظ حركة الإيد، لو حركة الإيد الشمال اتحركت الأول فهو هيلعب بالعكس، هيلعب باليمين أو ناحية اليمين. دي حاجة هل الكلام ده برضو يعني مظبوط؟ لأن أنا قعدت أقرأ شوية على موضوع الضربات الجزاء وغيره. بص يا هوندي، هي المشكلة كلها مش كده قوي، أصل مفيش وقت إنك تعمل كده. يعني في واحد يقول لك إيه، أصل رجله لو اتحطت لا المفروض يبقى عنده سرعه بديهه، ده فور كويس شور يعني كويس، بس اهم حاجه في حارس المرمى انه يبص في عين اللي هيشوط فيه، اللي هيشوط عليه لازم العين ومش ومش القدم. يعني انا وانا بتفرج على مباراه امبارح في ضربات الجزاء، والله العظيم بجد، وهو الولد بياخد الكوره وبيبص بيحط الكوره ويبص، يبص يمين او شمال، انا والله على طول اقول هيلعب في اليمين، وبتطلع فعلا بتروح على اليمين. انت لازم تقراها. اللي كان بيعمل حاجات دي كمان كان ثابت البطل الله يرحمه. يا سلام يا سلام عليك. خلينا بقى بعد اذنك يعني نقف كده عند كابتن ثابت، نطلع فاصل ونرجع يعني نبتدي الكلام عنه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. كنا يعني كابتن ايهاب كان بيبتدي ياخدنا لزمن غير الزمن واسماء غير الاسماء، وكنا بنتكلم على كابتن او هنبتدي نتكلم على كابتن ثابت البطل. ثابت البطل يا كريم كان يعني عشان كده بقول لازم الحارس المرمى يقرا الجيم ويقرا اللعيب اللي قدامه اللي هيشوط عليه. كابتن ثابت البطل ده الوحيد اللي انا شفته في حياتي هو اللي كان بيعرف ازاي يقرا الجيم، مش كمان يقراها، يعني مثلا يقول لك الاوفر ده هيتلعب من ناحيه الشمال مثلا من طارق يحيى مثلا، هيتلعب هيقعد في الحته الفلانيه، اروح انا استناها، بيروح يستناها. وفعلا ثابت البطل ده كان الله يرحمه كان مجموعة لقطات، كان شخصية كان. وكمان في كأس أمم أفريقيا 86 ده صد ضربتين جزاء برضو كان هايل يعني ثابت. لا ثابت من النوايات اللي هي ما تتعوضش في حراسة المرمى، وكان صراحة. ثابت فعلا 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 وشخصية وكان بطل برضو وبطل جداً. والله العظيم بجد يعني وكان شخصية نصيب من اسمه والحارس ده كمان كان جامد جدا نكونه ده، لا ده كان فظيع برضو حارس مرمى. ايه اللي اختلف كابتن ايهاب من يعني خلينا نقول مش الثمانينات بقى يعني بعيد قوي الثمانينات برضو، خلينا نقول يعني اخر التسعينات او التسعينات لحد دلوقتي، اللي اختلف بالنسبه للعيبه كواليتي اللعيبه، كواليتي اللعيبه وبالنسبه لكره القدم في العموم الفلوس تدخل راس المال حضرتك بتتكلم طبعًا. يعني بص حتى في الفن بيقول لك انا هاوي، حتى لو هو محترف بس يقول لك انا هاوي. يعني ايه هاوي؟ يعني بحب الحاجه اللي انا بعملها صح يا كريم؟ اكيد مظبوط طبعا. الكوره نفسها بقى عند ماديات خالص بالظبط، الماديات بتيجي كده كده، انما انا بعمل حاجه انا بحبها، بصحى من نومي عشان اروح اصور حاجه انا بحبها صح ولا غلط؟ مظبوط. الكوره نفس الكلام، انا بلعب كوره ليه؟ عشان بحب العب كوره. انما لما دخلت الفنيات، لما دخلت الفلوس على الفنيات بعدت شويه الفنيات. غير كده زمان كنا احنا بنلعب واحنا صغيرين كنا بنلعب في الشارع، الشارع ده بيخليك بيفرز لعيبه، هو اللي طلع الحريفه كلهم طبعا. ما فيش حد لعيب من زمان ما لعبش في الشارع. دلوقتي ما فيش حد بيلعب في الشارع، حتى المدارس ما بقاش فيها حوش. يعني ايه ده بجد؟ خالص ما بقاش فيه، حتى الموسيقى اتلغت، كل حاجه اتلغت. فكل إيه ده الكلام ده؟ ده والله امتى؟ ده واقع مؤسف قوي، واقع مؤسف. عشان كده بقول لحضرتك اللي اختلف الكواليتي اللعيبه زمان عن اللعيبه دلوقتي ان مفيش الكلام ده، والفلوس دخلت، راس المال دخل بوظ كل حاجه. معلش سؤال، راس المال دخل بوظ بحته ان هو اشتغل او لعب في الانتماء؟ يعني دلوقتي كمان مش قصه ان انا بقيت اجيب بارقام كبيره، ولو انا بتحكم في راس مال كبير اقدر ان انا اشكل الفرقه اللي على مزاجه يا تنجح يا لا، لان مش كل بالزبط. التجارب بتنجح، ولا كمان تدخل في قصه الانتماء؟ اصبح دلوقتي اللعيبه ما عندهمش انتماء زي الاجيال اللي احنا بنتفرج عليها دي، انا هيجي لي اوفر احسن هروح بغض النظر عن انتمائي وانتماء عيلتي، وقصه بقى ان انا ابن النادي او ابن النادي الفلاني. شفنا نماذج كتير بتطبق النهوان ده بتتكلم عليه للاسف الشديد. عشان كده بنرجع نقول تاني، الجماهير هي صاحبه الانتماء الاول والاخير. برافو عليك. عمرك ما تلاقي واحد من الجماهير غير انتمائه، نادرا جدا صح. لكن اللعيبه دلوقتي اصبحت معظمها راس المال هو اللي بوظ الموضوع كله، بوظ منظومه الرياضه والكوره في مصر. طب وليه ما يتوظفش صح بحيث انه بدل ما يفسد يصلح؟ بالظبط كده. بس امتى؟ ما هو في مثل يقول لك ايه، الفلوس مع أيوه. مع المفهوم مفهوم انت فاهمني؟ ايوه طبعا. فهي كده، لو انت مش راكز او انت مش فاهم انت الفلوس دي اللي بتاخدها هتعمل بيها ايه، او انت هتتصرف ازاي، او هتلعب بيها كوره ازاي، يبقى ملهاش لازمه. يبقى قله الفلوس احسن. زمان لما كنا بنلعب
ما كناش بناخد فلوس كتير، كنا بناخد بنعيش كويس، عايشين كويس وراكبين عربيه وكل حاجه مفيش مشكله، انما مش زي دلوقتي. مش زي دلوقتي خالص، مش زي دلوقتي، لان كنا بنحب اللعبه. يعني كنا بنروح مثلا نادي التمرين الساعه 3 العصر مثلا، كنا بنبقى كلنا الساعه 11 في النادي من غير ما حد يقول لنا، من غير ما حد يقول يعني الالتزام كان كمان كنا مختلف. ملتزمين جدا، كنا بنحب النادي. يقدر حد يقول لك انا هسيب النادي واروح مثلا العب في نادي تاني؟ لا يمكن تحصل، ما كانتش بتحصل. اللي بيجي يروح النادي الاهلي لغايه ما يبطل بيبقى في النادي الاهلي، اللي بيروح نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي ممكن يحترف يعني على سبيل مثلا مثلا، انما ما يروحش ما يقول لك انا جاي لي مثلا 10 جنيه في النادي زياده هروح، لا ما فيش الكلام ده. فكان الموضوع دلوقتي الكواليتي اللعيب، الفلوس هي اللي تتحكم فيه، الفلوس هي اللي تتحكم فيه دلوقتي. انما عشان ابقى لعيب كبير واروح بمبلغ كبير عشان اادي فيه، لا مفيش الكلام ده. كويس جدا، مفيش الكلام ده. طيب بما ان احنا معانا برضو الاطاط دلوقتي، نرجع تاني لتدريب حراس المرمى النادي الاهلي، خلينا نتكلم عنهم شويه. يعني خلاص يعني مش هنتكلم على الشناوي تحديدا، خلينا نتكلم مثلا، خلينا نبدا بمصطفى شوبير. مصطفى شوبير تلاقي فيه اوقات تذبذب في الاداء، اوقات بيلعب بشكل رائع جدا، وفي بعض الاحيان ما بيكونش المستوى اللي احنا نعرفه عليه. بتشوف ده طبيعي ولا لا؟ وهل برضو من وجهه نظر حضرتك وبمنتهى الصراحه بتقيمه قد ايه حتى هذه اللحظه، وشايف شايف له مستقبل ازاي تحديدا شوبير؟ وبيشبهك او بيفكرك بمين برضو من الاجيال القديمه؟ شوبير مصطفى انا اعرفه من هو صغير في النادي الاهلي، حارس مرمى جيد جدا، شخصيته كويسه قوي، انا احب شخصيته جدا، شخصيته في الملعب وشخصيه بره هايل جدا، وشخص رائع جدا ومحترم جدا جدا ومتربي كويس قوي. سيبك بقى ان هو ابن كذا وابن كذا، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بتكلم على شخصيه قدامي انا مرنتها وشفتها وعارفها. شوبير ليه مستقبل كبير جدا، بس اهم حاجه انا كإيهاب جلال لما باجي امرن فرقه او امرن حراس مرمى بشتغل على ثبات مستوى. انا يهمني جدا ثبات المستوى، مش ما يهمنيش ان انا العب مباراه النهارده كويسه عشان ابقى كويس، لا. هو في نهايه افريقيا كان رائع، كان رائع اللي قبل كده بصراحه، ممكن يكمل وكان ممكن يكمل. مصطفى في ميزه حلوه جدا، هو وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، ان هم اولاد هاديين جدا، يعني عنده من الهدوء اللي يخليه ما يتعصبش، ما يخرجش بره الجيم. لا مصطفى فينا من نوعيات الموضوع الهادي جدا، يعني حصل في انفراده في ماتش النهائي، طلع كانه مثلا واحد بيلعب بقاله فتره طويله جدا. انت فاهمني؟ في ثبات انفعالي، ثبات عنده، ثبات في المستوى، ثبات في نفسه، فده اللي بيخليه يشتغل كويس. يعني انا مره حللت له مباراه هنا في قناه الاهلي كان لعبها، كان هايل جدا، هادي جدا، عنده شخصيه، اللعيبه عندها ثقه فيه جدا، وهو ده المهم جدا بالنسبه لحارس المرمى. انما انا شايف مصطفى من نوعيات الحراس المرمى اللي ممكن تكمل في النادي الاهلي وهيبقى حارس مرمى النادي الاهلي. حس كده بقى راي حضرتك ايه في يعني برضه من ضمن الاسماء اللي استجدت في الفتره الاخيره في النادي الاهلي الزنفولي في حراسه المرمى، وبرضه رايك في الصفقات الجديده عموما اللي استجدت في النادي الاهلي؟ عمر كمال عبد الواحد ووسام ابو علي هايلين جدا، اسامه ابو علي ده برضه هايل جدا، عمر كمال عبد الواحد هايل جدا، وبرضه على فكره عمر من ابن النادي، ابناء من ابن النادي الاهلي، يعني كان في الناشئين في النادي الاهلي، صفقه طبعا كويسه جدا، لعيب منتخب مصر كويس، زنفولي حارس مرمى جيد جدا. انما انا عايز اشوف شخصيته لما يجي يلعب في النادي الاهلي، اهم حاجه شخصيه الحارس، عشان تلعب حارس مرمى النادي الاهلي لازم يكون ليك شخصيه مختلفه تماما عن اي حد. ربما دي موجوده فعلا في مصطفى شوبير وحمزه علاء. برافو عليك. حمزه علاء برده انا بحس ان هو رغم صغر سنه بس هو جول رائع بصراحه جداً. وشخصيته برده متماشيه جدا مع النادي الاهلي، انا حاسه كده. صح، برافو عليك. ليه؟ لانهم متربين في النادي الاهلي، ومصطفى مخلوف على فكره كده، ومصطفى مخلوف مصطفى ليهم شخصيه النادي الاهلي، ده مهم جدا. الزنفولي انا اتمنى طبعا ان هو جول كويس جدا ورائع ومحترم جدا وانا عارفه كويس، اتمنى ان هو شخصيته تمشي مع النادي الاهلي، يعني غير فنياته فنيا رائع جدا وكويس جدا. بس فرص المشاركه، انت دلوقتي عندك مثلا واحد زي حمزه علاء هو يعني حارس مرمى منتخب مصر للشباب، فرص ان احنا نشوفه مع منتخب مصر للشباب قد تكون اعلى شويه من ان احنا نشوفه مع النادي الاهلي لاعتبارات كتير. صحيح، برافو عليك. وبرده كان في غلطه حصلت في المنتخب الكبير، يعني ده دايما منتخبات اوروبا الكبيره الحارس مرمى المنتخب الاولمبي بيبقى رقم 3 في المنتخب الاول.
انا ليه مش فاهم ليه ما اتاخدش ده عشان ياخد على الاقل الخبره. صح، هو يعني انت نقطه مهمه الحقيقه. طبعا انت رايح اولمبياد باريس في شهر 7 الجاي او في شهر 6 الجاي، فانت ليه ما تاخدوش يبقى عنده من الخبرات طبعا. ان ياخدها حتى يقعد في المدرجات مش مشكله. بس انا معاك، انا معاك موجود. طب مين هيجاوبنا على السؤال ده؟ المسؤولين. طب بص والله انا هوند يعني مانويل نوير لما كان في كان منتخب الاولمبي كان رقم 3 منتخب المانيا الكبير. هو بعيد بس بياخد الخبره، بياخد السنس بتاع الفرقه، بياخد خبرات كبيره جدا. ما نوير في النهايه برافو عليك طبعًا. بس وكلهم تريشتين كان كده، كلهم كانوا كده، بوفون وهو صغير كان كده. فانا نفسي دلوقتي في المنتخب الكبير دلوقتي لازم يبصوا للمنتخب الاولمبي يبقى رقم 3 بالنسبه ليهم او 4 مش مشكله، المهم يكون موجود معاهم. ده مهم جدا، ولازم الموضوع ده يكون موجود ومدروس مش اي حاجه. انت شايف الراجل حمزه علاء ده ما بيلعبش كتير في النادي الاهلي، ما بس جول المنتخب الاولمبي أيوة. لازم يلعب في المنتخب الاول على الاقل يبقى 3، يبقى رقم 3 او 4 مش مشكله. انت واخد لي مع احترامي يعني واخد احمد الشناوي، واحمد الشناوي مصاب، طب انت واخده ليه؟ طب ما تاخد حمزه. حمزه منتخب اولمبي واساسي في المنتخب الاولمبي. فده لازم زي ما حضرتك قلت مين هيجاوب السؤال ده؟ هم الناس. لا احنا عندنا اسئله كتير بلا اجوبه يعني خدنا يعني على كده بالظبط. برافو عليك يعني ربنا يستر يعني. طيب هروح معاك برضو انا وكريم كابتن ايهاب نستغل وجودك معانا يعني ونتكلم على المستقبل. يعني احنا اتكلمنا عن الوضع الحالي دلوقتي وفيما مضى، لو احنا نبص بصه لقدام شويه وبمنتهى الصراحه يعني احنا رايحين على فين؟ ولو هنقول مثلا بنسبه كام في الميه متفائل ان ربما يحدث او يحدث فعلا تغيير على الارض فيما يختص بما هذا الملف ككل بقى، ومش بتكلم بس كفرقه او كمنتخب، انا بتكلم في كل الاعمده ومنها والاساسي بالمناسبه التحكيم، لان انت شفت الحكام بتوعك المصريين افريقيا راحوا ازاي تالقوا ودي نقطه تحزنك. ليه تحزنني؟ لان انا دلوقتي لما عندي كوادر جيده وانا ما بقدرهاش في الداخل فبتضطر ان هي تقدم الافضل وان هي كمان تاخد فرصتها في الخارج، فده يعتبر مش هقول فشل عشان كلمه كبيره بس اعتبر قسوه مني في الداخل. احنا ليه كده؟ يعني ليه يبقى عندنا كوادر بس لا يتم تقييمها وتقديرها في الداخل ودايما يبقى فيه بس انتقاد؟ على فكره هم بيغلطوا، بيبقى فيه مساوئ، بيبقى فيه كلام عليه علامات استفهام، بس هم في الاول وفي الاخر خامه جيده جدا وشرفوك. والله انا المعادله ليه كده؟ لان هنا يعني انت في بلدك مش مظبوط يعني ما فيش يعني هل احنا لا يعني خلينا نقول مش نحارب الناجح بس ما بنديش فرصه للكوادر اللي عندنا عشان تظهر عشان تنجح؟ ما فيش فرص. لا مفيش ولا فرص. هم بيتالقوا في البطولات الخارجيه اكتر من موجود. لا امين عمر من زمان هو حكم كويس، البن حكم طيب. كويس، محمد عادل حكم كويس جدا، ابو الرجال احسن حامل رايه في الشرق الاوسط كلها، ما حدش بيسمع عنه هنا، ما بيستضيفوش في اي حاجه. بالظبط. يعني ليه انا نفسي افهم ليه؟ مش على الحكام بس يعني هوند، على المدربين. يقول لك مثلا ايه احنا هناخد مدربين نديهم مش عارف يروحوا برا. مين هم المدربين اللي انت شايف من وجهه نظرك انت ان هم دول اصلح ناس؟ مين قال لك هم الاثنين اللي هيطلعوا يعملوا مباريات؟ هم قال لك في اثنين هيطلعوا. مين هم الاثنين واشمعنى اثنين؟ يعني ليه اثنين؟ يعني دي مصر احنا 120 مليون يعني ايه اثنين دول؟ مش هيطلع يعني مش هيطلع كله، بس يبقى في حاجه مستديره. طب بس كويس ان هم جم على اثنين. يا ريت بس بقى هتلاقي هيسلوا بعض في السفريه. مين بقى هم؟ هتلاقي الاثنين مين هم؟ الناس اللي هم يعرفوه، اللي يعرفوا الناس. يعني لسه في محسوبيه؟ حضرتك عايز تتكلم بمنتهى الصراحه على ده؟ طبعا. يعني ليه؟ مين قال ان المدرب الاجنبي احسن من المدرب المصري؟ مين قال؟ بالمناسبه رؤيتك لاخر المستجدات بقى وفكره ان كابتن حسام حسن هيكون هو المدير الفني الفتره اللي جايه، ربنا يوفقه. انا ما اقدرش اقول غير كده. انما هتسالني فنيا اشمعنى حسام؟ يعني عشان ده مطلب جماهيري. يعني احنا برضه اي حد هنختاره بقى هنقول اشمعنى فلان؟ لا مش حكايه اشمعنى، لا مش اشمعنى. يعني مثلا لما جينا الكابتن جوهري طبعا طب ما كابتن حسن شحاته انتقدوه في البدايه برضه. لا بس حسن شحاته يعني كان واخد كاس مصر مع النادي المقاولين وهو درجه ثانيه، يعني الراجل عمل حاجه طبعا بس ليس المقياس الوحيد ان انا اقدر اقيم ينجح. يعني نفسي انا كلنا بس للاسف هو يعني لما جه حسام والجهاز مش قناعه من الاتحاد.
ده عشان السوشيال ميديا عملت قلق وقالوا كتعويض بقى مطلب يعني مطلب جماهير انت فاهمني؟ هي دي النقطة بس. انما لو انا مقتنع ان حسام يجي اهلا وسهلا طبعا، انما انت جايبه او من وجهة نظري او وجهة نظر الناس اللي شايفة كلها ده مطلب جماهيري. طب انت فين اتحاد الكرة من الكلام ده؟ انت اللي بتدير، انت لازم تقول مين يجي ومين ما يجيش. انا بس هقول حاجه لان الوقت بيخلص، بس يعني خلينا نتفق ان احنا بجد لازم كنا نجرب تاني مدير فني محلي. لازم يعني عندك صح. سنوات طويله جدا ماضيه فشل فيها المدير الفني الاجنبي صحيح بكل ما تحمله كلمه من معنى صحيح. اعطاء فرصه لمدير فني محلي ربما يحدث يعني تغيير على الساحه، وكلنا نتمنى اكيد ده. انا اتمنى ان حسام ينجح والله. أمين. بجد والله نجاحه على فكره من نجاحنا، من نجاح المنظومه يعني كدا. يعني فكره ان حد يحاربه اصلا ده مش ذكاء. لا مش لو نجح هو احنا نجحنا، يبقى احنا لازم نقف كلنا معاه دلوقتي. وبعدين احنا صبرنا كتير على اللي شلونا. بالظبط كده. ده هنيجي بقى على كابتن حسام. حسام اولى بان احنا نتشل مع بعض. بالظبط كده صحيح. وده على المقفول. لا لازم بصراحه انا لا احنا بنهزر والله، بنتمنى ليك كل التوفيق. وانا متفائله والله بجد. انا حسام انا بحبه، هو دفعتي وانا بحبه جدا، واتمنى انه ينجح والله. ان شاء الله ربنا يصلح الاحوال. بنشكرك يا كابتن على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا كابتن ايهاب، وشكرا لحضراتكم اكيد على متابعتنا. وهنرجع ناكد تاني يعني كل الدعم لكابتن حسام حسن. نتمنى ان هو فعلا يحدث فارق مع المنتخب ان شاء الله على الارض ونشوف ده. وسعدنا مره تانية، دخل السعاده والثقه مره تانية لهذا المنتخب من قبل طبعا الجماهير المصريه. نشوفكم بكره ان شاء الله.